بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الشوشرة، سياسة عجز أم ذكاء أم اغتيال للقيم؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة الخميس التي تحمل الرقم 705. بدأها المهندس عدلي برمية ثلاثية. طب مش ممكن يكونوا الثلاثة مع بعض؟ هم الثلاثة مع بعض، هم الثلاثة في واحد، بس ذكاء في خبث، مش ذكاء حميد يعني. يعني انت عايز تبوظ انجاز اي حد، ها؟ يتسفه منه، يتشوشر عليه، يا تطلق الاشاعات حواليه، وهذا يحدث مع الاهلي في كل الامور. وقبل ما يحدث مع الاهلي في اخر انجازاته، خلينا نبارك لرجال وابطال كرة اليد. قبل قليل توج الاهلي بطلا لكأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد، البطولة اللي اختتمت في المغرب، فاز الاهلي فيها على وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية 29 في المغرب 29-24 في المغرب. دي لقطات من فرحة ابطال افريقيا وكأس افريقيا في يد الاهلي. الجميل في هذا الامر وهم ملوك الصلاة بقى قولا، مش دول اساطير الصلاة بقى، لا يعني ليه انهوا الموسم الماضي ببطولة كأس مصر، وبدأوا الموسم الحالي ببطولة كأس افريقيا. تسمع لاحتفالاتهم مع الاستاذ العمري فاروق نايب رئيس النادي وهم في الاتوبيس بيحتفلوا. دي لقطات حية لقناة الاهلي من مكناسة يا باشمهندس. فرحة حلوة، فرحة حلوة، وارجو ان هذا الانتصار يكون ارهاصة للسوبر القادم باذن الله يوم 10 9 الاهلي والزمالك في صالة الدكتور حسن مصطفى في الهرم في 6 اكتوبر. انا ليه بقول لك ملوك الصلاة؟ لان هم انهوا الدوري، ولو احتسبت احتسب الهدف اللي في الثانية الاخيرة مع انطلاق الصفارة اللي كان فيها، قال لك اصل الصفاره ضربت وهو الكره ما كانتش طلعت من ايده، لحصد الاهلي كل البطولات دوري وكاس، لكن هو بعديه على طول يعود ويحصد الكاس بجداره بفارق مريح، والان يبدا الموسم بهذا الانتصار بالفرحه الكبيره اللي انتم شايفينها حضراتكم. يعني بطولة مهمة، لأنها خلي بالك المغرب الآن تعيش صحوة في كرة اليد غير مسبوق، يعني نتائجها في البطولات الأخيرة لا منافس ومنافس قوي. وفي المغرب تحديدا أنت بتلعب وكل ماتشاتك تقريبا كنت دبل سكور، يعني مباراة النهاردة طبعا النهائية ومع بطل المغرب وداد سمارة 29-24 نتيجة تعكس قوة وندية المباراة الحقيقة، لكن هذه الفرحة الكبيرة لأبطال أفريقيا مع البعثة والأستاذ العمري فاروق والأستاذ ياسر كابتن ياسر الرملي رئيس البعثة رئيس الجهاز. يعني لو أردنا أن نتحدث عن قيمة هذا الانتصار هقول لك إنه علامة وإرهاصة لموسم مباشر بإذن الله. نرجو أن يعني يسفر عن تحقيق الأحلام اللي احنا كلنا نأملها في هذا الفريق. وده خلي بالك أن سياسة الدعم بتاعت مجلس الإدارة لكل الألعاب الجماعية مش كرة القدم فقط، أنت بتلمسها. وبعدين احذروا احذروا خسارة الأهلي. أيوه، يعني الكرة الطائرة في مفاجأة جامدة جدا خسر كأس مصر، انطلق في الدعم فورا. كرة السلة لم تحقق الموسم المرجو منها رغم انها ايضا حققت بطولة في البداية. ولو كنا احرزنا يعني حاجة غريبة، لو كنا مع الاتحاد السكندري في الثانية الأخيرة جبنا التو شوتس اللي قلنا، كنا خدنا برضو الدوري. يعني انت كنت قريب قاب قوسين انك تحقق انجازات كبيره جدا في كل الالعاب.
طيب علشان فرحه ابطال كره اليد هقول لكم نتائج الاهلي في هذه البطوله اللي هي بطوله الجداره الكامله الحقيقه. الاهلي حقق العلامه الكامله في هذه البطوله. في الدور الاول فاز على فريق سكوتو ريما النيجيري، النتيجه كامله وتفاكرين 46-26. ثم فاز على ريد ستار الايفواري 45-24 او 26. ثم كسب فاب الكاميروني 48-23. كل المباريات تقريبا دبل سكور. في نصف النهائي حقق الفوز على انتر كلوب الانجولي 34-30. وفي المباراه النهائيه النهارده قبل قليل فاز على وداد سمارة المغربي 29-24. الابطال اللي بيحتفلوا في الاتوبيس زي ما انتم شايفينهم، البعثه بيرأس الجهاز رئيس البعثه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وشايفينه في وسط اللعيبه بيحتفل ويسقف معاهم. الاستاذ او الكابتن ياسر رملي رئيس الجهاز، كابتن طارق محروس المدير الفني، هاني النجدي مدير الفريق، محمد عادل المدرب العام، محمد مصطفى مدرب حراس المرمى، احمد القط محلل فني، تامر منيسي مخطط الاحمال، دكتور محمد ابراهيم طبيب، مصطفى نجيب اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار المدلك. ابطال افريقيا بقى مين؟ هؤلاء اللاعبون الابطال: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، عبد العزيز ايهاب، احمد راضي، عبد الرحمن فيصل، مصطفى خليل، واسامه الجزيري، واسلام حسن، ومحمود نعمان، وسيف هاني، ومحسن رمضان، ومهاب سعيد، وعمر خالد كاستيرلو، وعمر سامي، وابراهيم المصري، واحمد عادل، وياسر سيف. شوف قائمه ذهبيه ننتظر منها الكثير، ولكن برضو هذا التفوق للنادي الاهلي هو انعكاس لتفوق كره اليد المصريه على الصعيد الدولي. يعني انت لما تربط بقى ان في بقى حاجه اسمها المستوى العام. ايوه في مستوى عام لكره اليد في مصر. ايوه اي فرقه تخش البطولات هي مرشحه. ايوه فيعني وده منطقي، لان لما يبقى يعني الدوري المصري قوي بيفرز من خلال يعني نجومه منتخب قوي، يبقى منطقي انه يخش البطولات اي بطولات وهو المرشح الاول. كرة اليد تعيش يعني صحوه، مش صحوه، هو طول عمر كرة اليد قريبه من المستوى الدولي، ولكنها في افضل حالاتها دلوقتي. وكتير الحقيقه الناس بتقارن بين الاهلي والزمالك في كره اليد، عشان كده للامانه والموضوعيه هنقول لكم عدد الالقاب القاريه اللي عنده كل فريق. الزمالك عنده 5 ألقاب بيتساوي فيهم مع الافريقي التونسي، والاهلي عنده 4 ألقاب، يعني الزمالك بيفوق الاهلي بلقب واحد قاري. لكن الحقيقه الصداره الافريقيه تاريخيا هي للمجمع البترولي الجزائري، لانه ده عنده 9 ألقاب في افريقيا. هو اصل الجزائر في فتره ما اللي هي اخر السبعينات والثمانينات. ايوه لا دي كانت ببعيد بالظبط. عنده كمان الترجي التونسي عنده 3 ألقاب، النجم الساحلي التونسي عنده لقبين زي مينور الكاميروني، وزي ديناميكي بناء الجزائر عنده لقبين، فاب الكاميروني عنده لقب، الكوكب المراكشي المغربي عنده لقب، نيجر يونايتد النيجيري عنده لقب، ومولودية وهران الجزائري عنده لقب. فمجموع ألقاب الأندية الأفريقية تلاقي الجزائر كدولة هي الأولى في الأندية الأفريقية فوزا بكأس الأفريقي لكرة اليد. الجزائر عندها 12 لقب، تونس عندها 10 ألقاب، مصر عندها 9 ألقاب، الكاميرون عندها 3، والمغرب ونيجيريا لكل منهما لقب واحد. وهو كان دائما وأبدا التنافس على الألقاب الإفريقية، يا جزائر ومصر، يا تونس ومصر، يعني مصر كانت المنافس الدائم. لأن زي ما قلت لك في حاجة اسمها المستوى العام. أيوة. كرة اليد في مصر ليها بقى لها مستوى عام، او كان طول عمرها، بس دلوقتي في تفوق الحمد لله ملحوظ، يعني حتى من بطولات الناشئين على مستوى العالم حققنا يعني في التسعينات اول بطولة عالم. صحيح. ونكرر هذا الكلام شباب وتالت عالم كبار لا غير الكبار، بطولتين ورا بعض الناشئين وشباب وبعدين رابع طوكيو، رابع الاولمبياد. فانت ده مستوى عام. دي كانت بطولة مهمة جدا حبينا نفتتح بها مع حضراتكم في حلقة سنعود فيها إن شاء الله لهذا الإنجاز الكبير، لكن تبقى دائما أبرز العناوين.
مقالي ومقالوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الغربال صفقات الأحلام والأوهام، بعضمة لسانه محتاج أقول أنا موجود. الشموع الحمراء فؤاد سراج الأهلي، وأسرار الملك عن نصر قرطاج، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. قبل ما ندخل في تفاصيل فقراتنا الأولى، عايز أطمنكم على أكرم توفيق. أكرم توفيق لاعب الأهلي الحقيقة اللي قدم موسم هايل جدا. أكرم وهو لاعب هاف ديفندر، لكن لما احتاجوا للجهاز الفني أنه يلعب باك رايت ظهر بمستوى أهله للانضمام للمنتخب. ولما راح المنتخب كلاعب كظهير أيمن أساسي أصيب في التمرين وخرج من معسكر المنتخب، عنده إصابة في الوش. جماهير الأهلي قلقت عليه كتير. الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي باشمهندس حب يطمن الجمهور، وقال إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق بشرخ في عظمة الوجه، العظمة بتاعة الوش فيها شرخ تعرض ليها خلال مشاركته في التمرين. قال إنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب اطلع الدكتور أبو عبلة على كل الفحوصات الطبية اللي أجريت ليه، وتواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وأوضح أنه بعد الوقوف على حالة اللاعب بشكل تام وبعد مطالعة كل الفحوصات اللي خضع ليها تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي والحمد لله، وتم الاكتفاء بحاجة اسمها العلاج التحفظي فقط. قال الدكتور أبو عبلة أن أكرم هيحتاج فترة زمنية ربما تصل لأسبوعين، بعدها يعود تدريجيا للتدريبات إن شاء الله مع ارتداء واقي أو ماسك في وشه لفترة زمنية ممكن تمتد 3 أسابيع من العودة. وأشار الدكتور أبو عبلة إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر، وحيتم تصنيع الماسك الخاص بأكرم توفيق على حسب مقاس وشه بعد الحصول على المقاسات الخاصة وإرسالها في أسرع وقت. وأنا بقول لهم أيوة احذروا أكرم بعد الماسك هيبقى زوره. يعني هو كان وحش وبطل وكان سارق الكاميرا من نجوم الكرة المصرية في الفترات الأخيرة، ولكنه في بعد هذه الإصابة أعتقد أن أكرم نموذج هايل جدا للتحمل والرجولة وتحمل مسؤولية وتحمل يعني حتى أعباء الإصابات. أهو زوره. حتى شوف العلامه. يعني خلي بالكم اللي جاي. ايوه. الف سلامه عليك يا وحش. ويعني هي اصابه غريبه، لان انت فجاه اما كلمنا الدكتور ابو عبله يعني انا تصورت ان في اندفاع من الاثنين اللعيبه. ابدا يعني اكرم كان يعني هو المتلقي بالظبط، وكان الخبطه من تحت لفوق. يعني يعني حتى الخبطه عشان كده جت هنا. ايوه. والشرخ جه تحت العين. ايوه. من تحت لفوق، مش صدام الاثنين بالراس، مش الاثنين بيلعبوا كوره. فحاجه يعني هي اصابه عجيبه شويه وتوقيتها اغرب. يعني حتى المفارقه ان رمضان صبحي يصاب في المباراه بصباع ايده ويتم وضع كبيره من الجبس، ويقرر كابتن حسام البدري استبعاد رمضان صبحي يعني من السفر غدا مع المنتخب للجابون. والنني كمان اصيب. لا المنتخب برضه الارسنال بعت للمنتخب النهارده انه النني اصيب وبالتالي مش هيجي مباراه الجابون، وكابتن حسام البدري كان قال انه بالنسبه لصلاح لسه في محاولات على امل انه يقدر يجي مباشرة من لندن إلى ليبرفيل لمباراة الحد إن شاء الله. المباراة بتاعت الحد في الجابون في منتهى الأهمية، وزادت أهميتها فوز ليبيا على الجابون في اللحظات الأخيرة. فأصبح لو أي نتيجة غير الفوز هتدخلنا في حسابات معقدة. الفوز ده يريحك شوية. ناهيك بقى عن المستوى، خلينا دلوقتي ما احناش عندنا هذا الطرف إن احنا نناقش المستوى، لانه له اسباب كتيره جدا الحقيقه. يمكن احسن خدمه نقدمها للمنتخب دلوقتي ان احنا ما نناقشش
اي جوانب فنيه. صحيح. وعشان كده نكتفي دايما بضربه البدايه مع حضراتكم في مقالي وما قالوا، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ولعل الكثيرين طبعا يعون بيت امير الشعراء احمد شوقي، انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. طيب مين اللي قال الكلام ده؟ احمد شوقي. في امتى؟ في الثلث الاولاني من القرن الماضي. ايوه. الى هذه الدرجه يا جماعه الدنيا اتدهورت؟ الى هذه الدرجه الناس كانت بتعظم قيمه الاخلاق وتربطها بين نهضه بينها وبين نهضه الامم، وهو امر حقيقي. بقاء الامم يعني مرهون بالاخلاق. تخيل انك انت بس اهتم بالاخلاق. اه. قبل اي حاجه، قبل العلم، قبل اي حاجه. اي حاجه. رغم اهميه العلم طبعا. اه. لكن التركيز، احنا بقينا عاملين كده ليه؟ احنا بقينا شايفين الناس اللي بتدافع عن الخطأ الواضح وعن التدني الواضح وعن الخروج الواضح عن كل ما هو اخلاق وقيم، بدعوا مرة اصله رد فعل والتاني اصله مش عارف تنمر. في حاجة اسمها الكود الاخلاقي. ايوه. وهنا يحلق الاهلي بقى منفردا عندما الناس تقول لك الاهلي فوق الجميع. هو يعني ايه؟ قلنا لكم جميع ابنائه، جميع المنتمين اليه، مصالح كل ولاده. ما فيش نجم او رمز او اسطوره فوق الاهلي. اذا اخطا يحاسب. تاريخنا مليان بهذا المعيار. ايوه. انك انت دائما تعلي قيمه الدفاع عن السلوك القويم، وان الاخلاق والمبدا تسبق النتائج، فربنا يكرمك بالمواقف دي تكسب الحسنيين. تكسب الحسنيين. اه. مش هلاقي حد يقول والله دفاعنا عن فلان والخطا الفلاني انطلاقا من دفاعنا عن الاخلاق وتمسكنا بالمبادئ، كيف يكون الامر؟ ان انا ادافع عن واحد شتم الناس وأهانها اللي ما اساءتش اليه في لحظه انتصاره، اين حق الاهلي فيما حدث من سباب الكابتن شيكابالا لرموز النادي الاهلي بعد كل انتصار، وتحديدا اخر مره اللي ما كانش الاهلي طرف في اي حاجه، عشان أي. ما حدش يقول انه رد فعل. ايوه. فلما اتحاد الكوره كده باستحياء يزج بان العقوبه مش بس على اللي حصل في المراسم وتجاوزه مع رئيس اللجنه، ولكن لتكرار الاساءه للجماهير والرموز و اذا هي فجاه انا دافع. فين بقى الشوشره؟ دخلنا في الشوشره. شوشر عشان الحقيقه تو شوشر ماشي، ممكن يبقى ذكاء لحظي. في ناس تنسى الحدث الرئيسي، وده اللي هو الناس بتحاول تعمله دلوقتي، انهم مركزين. هو معقول عقوبه ان واحد علشان اشتبك بدون ان يسب رئيس الاتحاد باعتراف رئيس الاتحاد قال انا ما سمعت؟ هو انا ما سمعتش مش معناه انه ما تسبش. اه. يجوز اللي كتب التقرير سمع، لكن حتى لو كده ما هو انت الـ 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 القرار لسابق تجاوزات. ايوه. مش الواقعه دي بس. ايوه. فلما تيجي بقى تقعد تنسى الواقعه وتقعد تتكلم على العقوبه المبالغ فيها نتيجه ان زي ما قلت لك المره اللي فاتت انت اختزلت كل الحاجات الثانيه في حادثه ان في حد دخل موت الناس وسرق حاجه. انا مش مع 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 الفارق طبعا، بس انا عشان الناس تفهمها. فلما تيجي تقول ايه اصل مش معقول علشان اشتبك مع رئيس اللجنه دون ان يسبه، مع ان انت لما تقول له اهلاوي انت بتطعن في ذمته على طول كده، على انه منحاز يعني. انك منحاز وعايز تبوظ فرحتي، وهو اللي عايز يبوظ فرحتك ما كان زقها بالعصايه زي غيره، المثل التقليدي الفلاحي. ما هو احنا ما استلمناش الدوري ده في الملعب. يعني ولو كان قال التسليم هنعمل لك حفله زي الاهلي كانت مشيت، ويا ريته عمل كده. لكن هو حب يكرمك وحب يميزك وحب ينحاز اليك بهذا القرار، فانت اسات اليه لان ما رضيتش تلتزم بالنظام. انت حر، انتوا مع بعض،
انا لا اناقش هذا الامر، ولكن انك انت تيجي تدافع وبعدين في النص كده هو دفاعنا عن الاخلاق والقيم، يا سلام، ايه الشوشره دي؟ انت بذكاء تهدر القيم وتهدر وتغتال السلوك الرياضي، لانك عايز تتوه عن الخطأ الاصلي في مقابل عقوبة بتصورها انها مبالغ فيها، وهي لو فعلا استند الى تكرار الخطأ هتجدها مخففة. والحقيقة يمكن ده ثابت من ثوابت ملك وكتابة، مش هندافع على خطأ ومش هنسكت على تجاوز سلوكي ومش هنقبل بحاجة. احنا لمثل هذا الخطأ شطبنا النجوم. بالظبط، لمثل هذا الخطأ شتمنا النجوم قبل ما حد يطلب مننا. بالظبط، وكان دايما وابدا ملك وكتابة معني بهذه الجزئية، أرجوكوا حافظوا على الأخلاق في الملاعب، لأنه بقاء الأمم، شوفوا أحمد شوقي بقاء الأمم نفسها مرهون ببقاء أخلاقها، وهذا حقيقي. وده الحقيقة اللي لفت نظرنا في مقالتين مهمتين هذا الأسبوع في الأهرام وفي الأخبار، يعني في أكبر صحيفتين في مصر، اتنين من الكتاب الكبار كان تركيزهم على جزئية الأخلاق في الملاعب، ولو الخطأ صادر من أي لاعب من النادي الأهلي هنكون أول المدينين له والمطالبين بعقابه. لا أبدا سكوت على تجاوزات أخلاقية في الملاعب. كتب في الأهرام الكاتب الصحفي الأستاذ عطية أبو زيد تحت عنوان الأخلاق، قال في الأهرام: الأخلاق هي مجموعة القيم والمبادئ التي يتمسك بها الإنسان وتشكل وعيه وعلاقته بكل ما يحيط به، ومفهوم الأخلاق أشمل من مفهوم القانون الذي يراقب سلوكيات البشر لأنها مرتبطة بالضمير الإنساني. والحفاظ على الأخلاق أهم عملية يمارس فيها الاتصال الذاتي، لأن الفرد يناقش نفسه في كل ما يفعل وبسرعة يقيس اتساق ما سيقوم به مع منظومته الأخلاقية أم لا. مهم جدا الجمل دي. وسلوك الإنسان زي ما بيقول الأستاذ عطية أبو زيد في الأهرام، وسلوك الإنسان لابد أن يتماشى مع منصبه أو وضعه الاجتماعي، فكلاهما يؤثر في الآخر. فالإنسان العادي يختار منظومة سلوكياته بناء على التربية وعملية التطبيع الاجتماعي التي قامت بها الأسرة ومجتمعه وثقافته وليس تعليمه. وكذلك النجم، ده الكلام المهم لعطية بزيد في الأهرام. شوف بس هنا عند اللحظة دي، لأنك أنت جبت سيرة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت منهم ذهبت أخلاقهم. قال لك إيه؟ منظومة الإنسان القيمية وليست تعليمه. أيوه. ملهاش يعني، هي منظومة ليه علاقة بموروث قيمي عندك أنت. بالظبط. ما تربطهاش المفروض إن الثقافة تدعمها. فإذا كانت الثقافة هتخلي إن يبقى في ذكاء للتحايل عليها والالتفاف عليها، هنا الخطر. بيقول الأستاذ عطية أبو زيد: وكذلك النجم، ولكنه يخضع لرقابة من حوله. فما يمكن أن تقبله من الشخص العادي قد لا تقبله من النجم الذي يعتبر من قادة الرأي العام ويؤثر في الآخرين، وعليه الالتزام بقواعد الذوق واحترام القوانين وكل القيم الأخلاقية الراقية من قبيل الواجب وليس الرفاهية. كلام مهم جدا، إنك أنت لما تبقى في مجال القدوة يا أستاذ إبراهيم يبقى تصرفاتك محسوبة عليك، ما تقوليش عشان حد من الجمهور، أنت مختلف، أنت نجم. بالظبط. أنت مميز. وبيختم عطية أبو زيد مقالته في الأهرام: وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر فالتصريحات والأحاديث تفضح ما بداخلك من قيم وأخلاق. قلناش حاجة، دي اللي هي كل إناء ينضح بما فيه. لو حطيت إناء فيه لبن اللي هينضح على الإناء اللبن، لو حطيت فيه مية مرة هتنضح، لو حطيت فيه مية ملحة هتنضح ملح، كل إناء بما فيه ينضح. ده ختام مقالة الأستاذ عطية أبو زيد في الأخبار. بس استنى والنبي، كلمة دي هو ذكر أمثلة، يا ريتك بس كان حق الناس علينا. ذكر الناس اللي حطت ودفعت عن القيم، ما تبص كده في آخر سطرين: وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر فالتصريحات والأحاديث تفضح ما بداخلك من قيم وأخلاق. بس فول ستوب. فول ستوب. لا أنا قريت كده أنه مدي أهو وبدون سابق أهو بص اقرا اخر سطرين: وبدون سابق اتفاق وضعت الجماهير مثلا
صالح سليم والخطيب وشحاتة وطه بصري وعلي ابو جريش والسادي في مكانه لا يستطيع اي احد ان يقترب منها الى الان. ودي بتلخص لك اشمعنى الناس دي، الناس كلها اجمعت عليها، واشمعنى الناس دي بتتشتم من البعض النهارده؟ صالح سليم والخطيب وطه بصري وحسن شحاتة. شوف الاسماء اللي قوي على ابو جريش، شوفوا الاسماء اللي ذكرها عطيه ابو زيد، اسماء في كل رموز المعسكرات، رموز من كل المعسكرات، لكن رموز قبل ما يكونوا في الفن والكره والرياضه في الاخلاق. ليه كل الناس اجمعت ان الناس دي محترم بيختلف عليها؟ عشان الكود الاخلاقي اللي بيتكلم عليه. وهنا ياخذنا الى الاهلي فوق الجميع، وياخذنا الى الذين كانوا يستنكرون. يعني ايه مبادئ الاهلي؟ يعني ايه هو بادي بيه؟ بيقول لك يعني هو في مكان يبقى له مبادئ؟ ايوه، من خلال الناس اللي بتعبر عنه وتمثله. صحيح. فيصبح كل من يمثل هذا الكيان مضغوط عليه بهذه المبادئ ولازم يلتزم بيها، ما يقدرش يخرج براها. فلما كل اناء ينضح بما فيه. صحيح. شوفوا يعني اهو كابتن حسن شحاتة والكابتن علي خليل والكابتن طه بصري والكابتن علي ابو جريشه جنبا الى جنب مع كابتن صالح سليم والكابتن محمود الخطيب، هي دي القمم الاخلاقيه. وبحط ما جنبيهم ناس كتير، وبعديهم في ناس كتير، وقبليهم في ناس كتير. خش بقى تاريخ الاهلي من اول يوم، كتير نجوم اثروا الملاعب اخلاقا وفنا، او اخلاق كمان اعلى من الفن كمان، لانه معيار بقاء الامم الاخلاق. عشان كده يمكن كانت غضبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام السباعي رئيس تحرير آخر ساعة، غضبته كانت في محلها في يومياته في الأخبار أول أمس أو بالأمس، كتب اللاعب يسأل والتاريخ يجيب. وقال عصام السباعي: بصراحة فقدت خلال الأعوام الماضية القدرة على التمييز بين ما هو صح وبين ما هو خطأ، يجب التصدي له ووقفه. هل ما كنا نسمعه خرق آذاننا من شتائم نحو الحكام أمر محمود؟ هل نشر الفاكسات المزورة بقرارات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم واختلاق القصص التي تمس الشرف وسمعة الآخرين؟ تسمح لي أتوقف هنا أمر عادي لخطورة هذا المقال والإشارات والأمثلة التي يضربها؟ لو سمحتوا كل الجماهير بمختلف انتماءاتها تسمع الامثله دي واحده واحده وتفكر فيها، لان ما فيهاش ادعاء ولا شوشره. بيقول عصام السباعي: هل ما يرتكبه البعض من تجاوزات اخلاقيه يجب ان نتجاوزه لانها صدرت من لاعب دم محامي؟ كما قال رجل بنوك وقيادي مصرفي محترم. هل من اللائق ان يسمع ناد السبابه لكل رموزه؟ ما الذي جعل حال الرياضة في مصر مايل هكذا لدرجة أنك يمكن أن تسمع عن وزير يجلس مع لاعب أجنبي لإقناعه بالتجديد لناديه، أو أن يسمع إهانته مع الملايين على الهوى وكأن الأمر لا يعنيه؟ أنا شخصيا، ده عصام السباعي، أنا شخصيا لا أفهم مصدر قوة ذلك اللاعب منذ صغره، ولا من الذي جعله يتجاوز في حق الكبار، وهل هناك من يرعون هذا التجاوز لدرجة أننا نجد اللاعب الجبار يغني علينا ويسأل أبطال على مين دون أن يتلقى الرد من الجهات المفروض عليها أن ترد؟ هو ده المهم. وليسمح لي سيادته بالإجابة. البطل يسطى يحصل على رخصة الأندية الدائمة وليست المؤقتة. البطل يا معلم لا يلجأ للأبواب الخلفية للحصول على الرخصة، ولا يسعى للمجاملات الصارخة والتلاعب من أجل الحصول على حقوق غيره. البطل يا هندسة صاحب أرقام مسجلة في عدد البطولات المحلية والقارية والعالمية. البطل يا مان يعمل وفق لوائح صارمة ولا يسمح بالانفلات الأخلاقي. البطل يا محترم يكون لديه روح رياضية ولا يرفع لافتة تقلل من بطولات الآخرين أو يشكك فيها بدون وجه حق. البطل يا متعلم من لديه قوائم مالية منضبطة ونتائج أعمال جيدة. البطل له سمعته وله قيمته التسويقية التي تزداد مع مرور السنوات. البطل ترتفع موازنته المالية كل عام وتزداد فروعه وأنشطته. البطل واجهة مشرفة لبلده وقارته في المحافل الدولية
وسيرته في الاتحاد الدولي ناصعة البياض. البطل يتميز بوجود انضباط إداري وأخلاقي. البطل يترفع كثيرا. البطل لا يسمح للاعبيه بأي تجاوز غير أخلاقي ولا يدافع عن الباطل. البطل يا حضرات هو الأهلي الذي يتمتع بكل هذا. لمن يسأل بطل على مين؟ الأهلي بطل على كل هذه الصغائر. الأهلي مش بطل على حد محدد ولا يتباهى بهذا الأمر. وأنا قلت 100 مرة قبل كده، أنا لا مع التحفيل ولا مع الكلام، أنا مع الاحتفال بفرقتي. الزهو بما يقدمه النادي الأهلي بكل ما سبق، أنا هو بطل في كل سطر من هذه السطور. هو ده اللي بيفرحني بالأهلي، مش إن أنا أخد ده كله عشان أغيظ حد. وفي المقابل أي حد عادي يكسر مناخير أبو الهول كان نابليون عملها لما نزل مصر وضربوه بالمدافع عشان يكسره، ما عرفش يعمل حاجة. صمد أبو الهول وذهب نابليون، رمز التاريخ. وأصبح هذا الأنف المعقوف رمزا أمام العالم على ضعف من يريدون أن ينالوا منه ومن تاريخه. لا، النادي الأهلي فوق الجميع، اللي هو احنا المنتمين إليه، أن يجي في يوم من الأيام يخلي واحد يكتب بزهو هذا الكلام ويصدره لكل صاحب عقل عشان يستوعبه ويفكر فيه. إذا كان في كلمة في المقالة دي غلط قولوها، لكن أنا بقول له يعني أنت لمست كل نقط، ما عنديش إضافات، أنت شاورت على الأهلي. ده عصام السباعي. هو ده كان غضب عصام السباعي في الأهرام وعطية أبو زيد في الأهرام عن فكرة إيه اللي حصل في ملاعبنا من اجتياح لقيم السلوك والأخلاق. شوشرة. ليه وصلنا إلى هذا الحد؟ ليه البعض يسكت عن هذه التجاوزات؟ ليه أصبح من المعتاد إن الجماهير تشوف سلوكيات وسباب وشتائم في حقوق أو بحق أندية وكيانات ورموز ومحدش يغضب؟ على فكرة هو الأستاذ عصام قال جملة هايلة جدا وعبقرية جدا. أنت نجم، ده هو بيكرمك، أنت يجب أن تشعر بأنك مميز، وعشان مميز ما يطلعش منك العيبة حتى لو تعرضت لها، لأن في وسائل لأخذ الحقوق. وعلى رأيه، مين اللي قال إن أي واحد منفلت من حقه يسيء للآخرين؟ اللي هم مش منفلتين معاه، يعني مش معقولة فلان شتمك تروح في شتم تتان وعلان ومش عارف مين، لا، ده كلام. اللي بيدافع عن هذا الكلام يا جماعه ما بيخدموش، ما بيخدمش مكانه حتى. انت عايزين كل الاماكن تبقى مع هذا الكلام، مع هذا الكلام، علشان نقدر نبني جيل يطلع يحترم الاخر ويحترم الفوز ويحترم الهزيمه ويحترم الاختلاف ويحترم حاجات كتير جدا. ما تجيش الا بالتمسك بمثل هذه الامور والتصدي لها، مش الدفاع عنها وتبريرها. التجاوز يستحق المواجهه وليس التبرير. محدش هيطلع كسبان بكتر التبرير، لان اللي بينفلت وانت بررت له لو انفلت عليك ما تلوموش. وبعدين كل الناس اللي دفعت عن انفلاته عشان هو في اتجاه ما بيمسهمش عانوا من ده، عانوا من هذا الكلام طبعا. كل الناس قبل وسجلوا هذه المعاناه، سجلوا هذه المعاناه. هي على فكره، على فكره هو غضب عطيه ابو زيد وغضب عصام السباعي، الاثنين تبقى قيمه المقالتين هذا الاسبوع في انهم نابعين من احداث حاصله في الملاعب، يعني ما حدش فيهم يتكلم على ذكريات او على تفسيرات، لا، ده الاثنين بيتكلموا على وقائع شافوها وكل الناس شافتها. واذا كان في اثنين غضبوا فالسكوت العام الحقيقه كان غريب جدا. يا جماعة لو صدر هذا الخطأ من لاعب في النادي الأهلي، عليكم ان انتوا تردعوه، عليكم ان انتوا تعاقبوه، عليكم ان انتوا تعنفوه، عليكم ان انتوا تطالبوا إدارة النادي الأهلي ان تكون اشد قسوة وصراحة في حماية الأخلاق. لو حصل ده من الأهلي والأهلي سكت هنقول لكم كده، اغضبوا من اجل الأخلاق. لكن لما يحدث تجاوز بهذا الشكل والكل يسكت فيغضب عصام السباعي
ويغضب عطية أبو زيد ويسكت الجميع، هي دي المشكلة، هي دي الأزمة بجد. إحنا نقد إيه؟ أحمد شوقي جعل بقاء الأمم، بقاء الأمم مرهون بالأخلاق. بص يا أستاذ إبراهيم، في إشارة ما عشان يجيبوا أحداث مرادفة. آه. فما لقوش، قالوا الله، طب ما هو حسام عاشور ورمضان صبحي ومش عارف مين وحسام غالي باين احتفلوا مع الجماهير قبل كده، هل احتفلوا على سباب؟ هل أيدوا الجماهير؟ باشمهندس حتى لو احتفلوا على سباب خطأ. ما هو أنت، ما هو خطأ بس عايز يقول لك ما حدش تصدى لهم. آه. لا، لأن ما حصلش إنهم تجاوزوا، ما راحش يقودوا أوركسترا على سباب رموز نادي آخر. بص يا جماعة، إحنا هنا بجد بقى وبكل صراحة لا يمكن ندافع عن خطأ صدر من لاعب أهلاوي ولا لاعب زملكاوي. وإذا كان حدث، وإذا كان حدث خطأ وإذا كان حدث سكوت عليه خطأ، يبقى خطأ. يعني مش هنفرق بين أبيض وأحمر لو كنا بنتكلم بجد على الأخلاق في الملاعب وصيانة الملاعب بجد. إذا حدث من الأحمر فهو خطأ والسكوت خطأ، وإذا حدث من الأبيض أو الأصفر خطأ، خلينا نتفق على أرضية واحدة. وإذا حصل من إعلامي فهو خطأ، إذا حصل من شغل المكايدة اللي على الهوا ده، المباريات القائمة ده ما يصحش طبعا، لأن دي بتقود الناس إنها يعني ده مين اللي كسب ومين. في ناس تحولت إلى أساطير من هذا المنظور لمجرد إنها بتشتم الأهلي. لا، أو يعني أو العكس. أنا عايز أتكلم فيها يا أستاذ إبراهيم، لما تنسى ان قيمتك، انا اعلامي حضرتك مثلا اعلامي، او لما تنسى ان قيمتك في انك تقول كلمه رصينه تتسق مع كود اخلاقي وتشاور على الحقيقه بمنتهى التشبث بناديك والدفاع عنه، ها ماشي 100 100. لكن لو اصبحت قيمتي انا ان اطلع اقول افيه وحضرتك تقول افيه والتاني يرد عليك بافيه والتالت عشان نكتسب انصار من منظور هو انت يا كيدهم يا حراق، لا ده لقب. لا، انا لا افخر ان انا بكون حراق، انا افخر ان انا اكون راجل يدافع عن شيء محترم. ما ايه الميزه؟ يعني ايه الميزه ان انا اكون حراق وبحرق الناس ليه؟ انا مش عايز احرق حد، انا عايز افرح بنادية وعايز ادعم كل واحد شايف قيمه، وبقول للناس انا ناديه كويس تعالوا تمسكوا بيه وخليكم معانا عشان هو كويس مش عشان هو حراق. صدقوني تاكيدا على اشتراط أمير الشعراء لبقاء الأمم على الأخلاق، النادي الأهلي ما وصل إنه يكون بطل أبطال أفريقيا ولا إنه يكون مزاحما لريال مدريد في صدارة أندية العالم ولا يكون أكثر أندية الكرة الأرضية حصولا على البطولات الكروية المتنوعة إلا بسبب الأخلاق. الأهلي يوم ما بيعاقب لاعب انتصارا للأخلاق بتسمع في الفرقه طول عمرها. لما بيعلي قيمه السلوك والانضباط، الصغير قبل الكبير بيعد درس كويس. الاهلي عمله سنه 28 حفاظا على الاخلاق في الملاعب مع حسين حجازي، وما ادرك من هو حسين حجازي، فضل عايش جوه النادي الاهلي وبين كل الاجيال لغايه 85 وما قبلها، ويجي الكابتن حسن حمدي والكابتن صالح سليم ويوقفوا الفريق بالكامل، ويجي مجلس الاداره يوم شاطب ايمن رشدي افضل لاعب في افريقيا في الكره الطايره انتصارا للاخلاق، ويجي الكابتن محمود الخطيب يرجع لعيبه تنس الطاوله من المغرب لان هم ما تمسكوش بالكود الاخلاقي المناسب للنادي الاهلي ويفوز الاهلي بالبطوله، ولا يعاقب كهربا باشد العقوبات سواء ايقاف او غرامات ماليه كلكم تابعتوها. كل هذه المواقف اللي انحاز فيها الاهلي بكل وضوح للاخلاق والقيم هي دي كانت وقود الانتصارات. عارف ليه؟ هي دي اللي ميزته. عارف ليه؟ اه، انت لما بتعمل كده قد تضحي بعنصر، اه، او كان يعني تضغط على عنصر من اجل الانضباط العام. اه طبعا، الانضباط العام وقود النجاح. اه، يحصل بعد كده محدش كبير على الكيان، الكيان فوق الجميع، فوق جميع عناصره، هو ده الشعار اللي الناس لازم تستوعبه، زي ما هي مصر فوق جميع الكيانات. بالظبط، واحنا خلايا في هذا الوطن العظيم، عشان كده عايزين نحسن تمثيل هذا الوطن العظيم وعايزين نقدم له النموذج اللي يستطيع انه يساهم في توجيه النشء اللي طالع، مش نبرر اخطاء.
لن نكون في موقف الذي يبرر خطأ واضح، لكن قد تفسر موقف في ادعاء. يعني لما تيجي تقول فلان فلان عندك عمل كده وما يكونش عمل كده، اثبت لي انه عمل كده وانا معاك، لكن لا تتقول ها لمجرد انك تشوشر شوشره، انك تحط مواقف متماثله دي قدام دي ودي قدام دي قدام، وما حصلتش كده. ارجو ان احنا جميعا ننتصر لبلدنا بانتصارنا للتمسك بالصح والغلط. وعلى الله فكره عليك. ها الله عليك. بصوا الانتصار للبلد ازاي، بين صوره بتصدرها من ملاعب الكوره للعالم كله انه في ناس بتشتم في نادي منافس ومسكوت عنها، وجمهور بيقاد كل اللي يعمله عشان يحتفل بفرقته ان يسب رموز النادي الاخر، وبين صوره امبارح شفناها شعرنا فيها بمنتهى الفخر والزهو لمصر، مصر وهي بتفتتح بطوله العالم لمضمار الدراجات. شوفوا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات وهو راجل فرنسي، والاتحاد الاوروبي، وهم بيتكلموا على درجه انبهارهم بمصر وازاي فعلا مصر قادره تنظم حدث في 46 دوله في مضمار للدراجات داخل استاد القاهره، وده كان حلم تاريخي لاتحاد الدراجات مصر تعمل هذا المضمار، تستضيف 46 دوله وتغير حتى البروتوكول في التكريم. تعرف كان دايما وابدا 46 ولا 47؟ 47 47 تخيل انه كان المعتاد دايما وابدا انه عند التتويج بتسلم الفائز باقه ورد وزهور، مصر راحت مسلماهم مجسم للمسله المصريه. ايوه هو ده الشغل. شوف بقى الاوروبيين كانوا معجبين ازاي ومبهورين باللي في مصر من حضاره ومن رقي ومن قيم. هي دي مصر وهي دي الصوره. شوفوا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيفتتح البطوله وبيسمع كلام الرئيس الفرنسي رئيس الاتحاد الدولي، والراجل كلامه عن مصر وعن الدور اللي شايفه في مصر وعن الانجازات الكبيره اللي بتقدمها الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضه تنمويه شامله. شوفوا انطباعات الضيوف كلهم كانت عامله ازاي، هي دي صوره. شوفوا احنا بنطلع الصوره ازاي وكنا مطلعين صوره ازاي. طب بالله عليك يا استاذ ابراهيم، لما تبقى عايش في بلد رئيسها معني بالتفاصيل الدقيقه، يعني في وسط ما هو معني بطرق وعشوائيات وطاقه، لا دايما بتكلم على الانسان. لا استنى بس والنبي عشان خاطري. يوصل التفاصيل ان لما يخش في الرياضه يتكلم على الاستضافات في عز ما العالم بيتهرب منها، بتجيب بطوله عالم جمباز وبطوله عالم كره يد وسلاح وبعدين تعمل مضمار مضمار دراجات. ايه التفاصيل دي؟ هو التفاصيل دي رفاهيه؟ لا، ده مش عايز يسيب حد في حته في العالم يخش مصر ما يقولش ايه ده، احنا ما كناش نعرف ان مصر فيها الكلام ده. هو ده الترويج السياحي بقى، هو ده الترويج القيمي، بتروج لتاريخك ازاي وقدراتك ازاي. هو ده الشغل، بلد بتشتغل، نيجي احنا نعطلها بشويه تفاهات وشويه انحيازات وتبريرات لخروقات سلوكيه. اتفضلوا، ها كل حته فيها شغل. انا حتى في مجال الرياضه اللي ممكن جدا جدا يقول لك مش وقته لو اعتبر ان الرياضه رفاهيه، ولكن هو اعتبر ان الرياضه دي بتستقطب العالم والصور بتتنقل عنك لكل العالم و اتمنى ان يواكب مسؤول الرياضه في الاتحادات وفي الاماكن اللي بترعى الاتحادات سواء اللجنه الاولمبيه او وزاره او انديه حتى مؤسسات، ان تواكب هذا التطور الهائل بتطور فني وسلوكي يليق ان احنا نقدم صوره متكامله عن الواقع الرياضي اللي بيكمل صوره متكامله على الواقع المصري. هو عشوائيه ان انا اديلهم بدل الورد المسله؟ لا، دي رساله كل واحد يقدم تاريخه من خلال هذه الاستضافات. يعني انا لسه كنت بقول لك ان سياتي يوم مجسم الكؤوس اللي احنا محتفظين بيها دي يبقى في متحفنا، لا في اسواقنا اونلاين. انا مش قلت كده الحلقه اللي فاتت؟ قلت له بكره نشوف الدوري باذن الله، اللي عايز دوري نديله مجسم او ميداليه عليه هذا الكلام.
عشان الناس تعيش تاريخنا، عشان ولادنا لما نيجي نقول لهم بتفرحوا بالاهلي ليه؟ حتى لو خرجوا براه لانه 1 2 3 4 10. هذا هو ما نهدفه في الاخر، عشان وانت بره مصر تقدم الصوره الحلوه عن مصر. وما اجمل ما يقدمه الاهلي من صوره رائعه عن وطنه الغالي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ايه حقيقه كل اللعيبه اللي ماشيه من الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي هيفضل منحاز للاخلاق. وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي يضع السلوك والاخلاق والانضباط في اي اعتبار. وما تخافش على الاهلي طول ما جمهور الاهلي عنده هذا الوعي وهذا التفاعل. الحقيقه يعني عايز اقول لكم رسائل كتيره وصلت لنا من تفاعل اصحابها مع فكره الاخلاق في الملاعب وضروره انقاذها. والبعض بيفكر حتى قيمنا السماويه، كل القيم الدينيه تحض على المزيد من التمسك بالاخلاق. والبعض بيفكرنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. اعلى مدح من رب العزه للرسول عليه السلام انه على خلق عظيم. والرسول عليه السلام لما فسر مجمل اهدافه من الرساله، شوفوا قدم ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. بصوا، لا للتوحيد ولا للعباده ولا اي من حاجه. من خلال ده هدف الرساله مكارم الاخلاق، ان يتمم مكارم الاخلاق. فعشان كده ارجوكم الكل يكون حريص على فكره الرساله دي. مش للانسانيه يا استاذ ابراهيم؟ طبعا. ولا الفئه معينه؟ للكل. الله سبحانه وتعالى وصفه انك لخلق عظيم، وبعثت من هذا المنطلق لاتمم مكارم الاخلاق. على فكره دي بترد على كل الناس اللي يقول لك بحد السيف، واللي يقول لك العنف، واللي يقول لك مش عارف ايه. ديننا دين اخلاق، ديننا لصالح المجتمع. صالح المجتمع يعني ايه؟ هذه ترجمه لا تقبل الجدال. ان الرسول على خلق عظيم بعث ليتمم مكارم الاخلاق. هي دي محتاجه بقى نقعد نزيد على بعض. ولولا الاخلاق في الاهلي ما تحققت البطولات. ومعنا على الهاتف واحد من صناع هذه البطولات وصناع فرحه اليوم في كره اليد، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي. كابتن رؤوف مساء الخير والف مبروك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومبروك لينا كلنا. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. الف مبروك يا باشمهندس عدلي ولحضرتك يا استاذ ابراهيم ولكل جماهير النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن رؤوف، انت واحد من الناس اللي بفرح لها. ليه؟ عشان بتشقى. صحيح. يفضلوا يشيلوا لك السلبيات اهو. فين هالاند بول؟ اه يا عم، بيختم ببطوله وبيبتدي ببطوله، وربنا باذن الله يكمل بطولاتنا. الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا ببارك للكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي بطوله جديده في دولاب النادي الاهلي. بقول الفوز ده يعني عمره ما بيجي من فراغ. الفريق ده احنا بدينا فيه بالظبط مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت. يمكن تغيير جلد الفريق بنسبه مثلا 70% او 80% منه، ولا الاعتماد على الشباب. يعني معدل الاعمار بالنسبه لهذا الفريق ما يتعداش 24 سنه او 25 سنه. بقول ليه ابتديت التهنئه لكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي. بقول تلبيه جميع طلبات الاجهزه الفنيه عموما للالعاب المختلفه، ومن ضمنها فريق كره اليد الفائز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه اليوم. ففي الحقيقه دي البدايه. وطبعا بخص بالتهنئه للبعثه، افراد البعثه بالكامل، سياده الوزير العمري فاروق رئيس البعثه، والكابتن ياسر رمدي رئيس الجهاز، بالاضافه للجهاز الفني والاداري والطبي بقياده المدرب القدير اللي يتحمل الكثير الكابتن طارق محمود. وفي الاخر طبعا الجنود اللاعبين، لاعبي النادي الاهلي اللي باذن الله هيضعوا هذا الكاس في مكانه في دولاب النادي الاهلي، وينفضوا سريعا تراب
السفر ويستعدوا لكأس الكؤوس الأفريقية اللي لن يتبقى عليه غير أسبوع واحد، وإحنا كل أملنا بإذن الله إحراز كأس السوبر بإذن الله. كابتن رؤوف، يعني تهنئتي ليك مضاعفة ليه؟ بالذات في كرة اليد، لأنها الأمور في كرة اليد لم تكن طبيعية، ولو كانت طبيعية لكان الأهلي قد من سنتين عمل فريق فولاذي ذهبي. يعني أنا عايش معاك لحظة بلحظة، لعيب بتروح تدفع فلوسه وتتفق على كل حاجة مع ناديه ومع اللاعب ومع كل حاجة، وفي اللحظات الأخيرة بتأثير الاتحاد يتحول مساره ليصبح في مكان آخر، ويتكرر الأمر بعد كده في أكتر من لاعب. فكونك في كل ظروف دي ورغم هذا تستطيع أنك تبني فريق، لا، كان تحدي وتحدي صعب جدا، وربنا يقدرك. ولولا أنا لسه كنت بقول أستاذ إبراهيم، أنا أنهينا بكأس مصر، لكن أيضا الدوري راح مننا مع صفارة حكم، الكرة اتشاطت وجت جون، وقالوا يعني هو الصفارة طلعت الأول ولا الجون اتحط الأول، كان زماننا شايلين البطولتين. لكن في كل الأحوال كرة اليد فيها منافسة عنيفة جدا، نتمنى أن يكون تسلح الأهلي بروح البطولة وطعم البطولة، وإن يعني تكون حافز للي جاي يا كابتن رؤوف. طبعا حضرتك يعني كنت شريك أساسي في كل اللي حضرتك قلته، وعارف أدق التفاصيل والصعوبات اللي احنا وجدناها لتكوين هذا الفريق بالرغم من الظروف اللي حضرتك حكيتها، لكن بحب أطمن جماهير النادي الأهلي إن هذا الفريق بتكوينه الحالي واللي بيمتزج فيه عنصر الخبرة بالشباب بقيادة حكيمة تتمثل في الكابتن طارق محروس، قادرة على استعادة أمجاد كرة اليد للنادي الأهلي. وبإذن الله بإذن الله احنا بنعد جماهير النادي الأهلي موسم طيب، ابتدى بإحراز بطولة كأس الكؤوس، وبإذن الله بإذن الله يعني ربنا يوفقنا علشان مش كمان كرة اليد بس، وإخفاق حصل في كرة السلة الموسم الأخير برضه بنعد جماهير النادي الأهلي زي ما شفنا، يعني القيادة الفنية وجميع اللاعبين اللي طلبهم ومحترف على مستوى عالي جدا. فنأمل على جميع الفرق بإذن الله المنافسة في الموسم الجديد، ويبقى موسم طيب لجماهير النادي الأهلي. الحقيقة يعني أنت جاوبت على سؤال قبل ما أسأله، لكن أنا مبسوط إن يجي اليوم يا كابتن رؤوف يا أستاذ إبراهيم اللي لما نخسر في الباسكت نكسب بطولة ونخسر بطولة ولا اتنين يبقى بنسميه إخفاق. إحنا كنا نقعد بنسمي حصولنا كل 3-4 مواسم على بطولة في كرة السلة أو في الحاجات دي إنها إنجاز. النهاردة أنت مش قادر تتحمل فكرة إنك تخسر بطولة بعد ما كونت فريق ذهبي للكرة السلة. نتمنى الإصابات تبعد عننا بس، وبإذن الله يعني أنت متفائل بموسم بإذن الله قادم ذهبي يا كابتن رؤوف. يعني الحقيقة كده زي ما حضرتك قلت، هو يعني لو جينا هنقيم كرة السلة، ما كرة السلة دي تنقسم لسيدات ورجال. بالنسبة للسيدات، فريق سيدات النادي الأهلي فائز بأربع بطولات من خمس بطولات أقيمت الموسم اللي انتهى. الفريق الرجال هنقول بدينا بالدوري المرتبط، والنادي الأهلي فاز ببطولة المرتبط، وكان طرف للمباراة النهائية في كأس مصر، وخسر يعني آخر كورتين فاول شوت كانوا بيتلعبوا وضربوا في الباسكت في الحديدة، لو دخلت كان النادي الأهلي فاز بالكأس، وخسارة الدوري الممتاز. فزي ما حضرتك قلت، لا احنا صحيح المجمل ومش كده وبس، الدارع العام لكرة السلة للرجال كان من نصيب النادي الأهلي، ده بيبقى مجموع جميع بطولات الناشئين والشباب ككل. طبعا النادي الأهلي احرز بطولات
يعني نسبه كبيره، مثلا نقول 80% او 85% من بطولات كره السله للموسم، وبالرغم كده احنا بنقول اخفاق. ليه؟ زي ما حضرتك قلت، الاهلي لا يشبع بالبطولات، والهدف الرئيسي بتاعنا هو تملي احراز المركز الاول. احنا باذن الله بنعد جماهير النادي الاهلي الموسم في الالعاب الصالات الالعاب الجماعيه يكون طيب باذن الله، وباذن الله التوفيق يبقى حليف الفرق. مجلس اداره النادي، اداره النشاط الرياضي عملت كل حاجه للاجهزه الفنيه علشان تحضر لها كل الطلبات اللي هي طلباتها، سواء ادوات سواء لعيبه سواء اي حاجه اتطلبت من الاجهزه الفنيه كلها خلاص توفرت ومستعد للمواسم او الموسم الجديد. وبندعو من ربنا باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، وربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. وانا برضو تاكيدا على كلامك بقول للراي العام ان الدعم الحالي من مجلس الاداره لالعاب الصالات، مش العاب الصالات، للنشاط الرياضي هو دعم غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي. هذه شهاده أيه. حق. مفيش طلب الطلب الا لما استجابوا له، الباقي أيه. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أيه. وجدعنه بقى الايه اللعيبه والعناصر باذن الله. كان في صفقه جديده في السله من سموحه، مش كده يا كابتن رؤوف؟ نعم، كان في صفقه لاعب جديد من سموحه في السله. هو الحقيقه برضو عايز اوضح ان القانون بتاع او لائحه الاتحاد المصري لكره السله قال ان الفريق الفائز ببطوله الدوري له واحد اللي في المركز الثاني يبقى له اثنين، كده الثالث يبقى ثلاثه. فكانت المسموح به لينا ان احنا نضم ثلاث لاعبين. ما ننساش ان النادي الاهلي عمل موسم انتقالات رائع الموسم اللي فات، وعلى اثره من احسن اللاعبين تم ضمهم السنه اللي فاتت، بالرغم ان احنا لم يحالفنا الحظ السنه اللي فاتت، ولكن انا بعتبر ان فريق النادي الاهلي يضم خيره لاعبي كره السله صحيح. في مصر في جميع المراكز. فالمدرب تم المشورة معاه عن احتياجاته وطلب فيه، احنا مش بنجيب اي حد نجم وخلاص، لازم يكون المكان بتاعه يعني احنا محتاجينه. ففي مركز اربعة كان تم الاستغناء عن بعض اللاعبين، فالمدرب اشار ان هو عايز لاعب لمركز الاربعة، ورشح مروان طبعا في المقدمة. فالحمد لله اللي هو قدام السادة المشاهدين طبعا بعد مفاوضات مع نادي سموحة استطاع النادي الأهلي ضمه ده. بالإضافة يعني برضو المركز صانع الألعاب، وبرضو استطعنا ضم اللاعب الآخر علشان دي الاحتياجات، وبالإضافة بقى للعيب المحترف اللي ده طبعا كان على مسؤوليه الراجل المدير الفني اللي شاف فيديوهات كتير وشاف مستويات كتير وشاف سيرفيهات كتير، ووقع اختياره على اللاعب اللي هيوصل يعني في الصبح. اللاعب هيوصل باذن الله بعد بكره الفجر عشان ينضم للاستعداد يا امريكا يا كابتن للبطوله العربيه اللي هتقام في الاسكندريه اعتبارا من يوم 29/9. اللاعب الاجنبي ده امريكي؟ ها امريكي. امريكي ولاعب يعني مشهود ليه بالكفاءه. يعني احنا يعني ركزنا جدا قوي 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 على الكيف، ومش عايز اقول لحضرتك كان كام لعيب كام مرشح وتم تصفيتهم، وفي الاخر يعني تم ترشيح هذا اللاعب بمعرفه مستر اجوستي المدير الفني للفريق، وبنامل ان هو يكون باذن الله عند حسن الظن. وزي ما قلت احنا بنعت جماهير النادي الاهلي باذن الله موسم طيب بيكون يليق بنادي الاهلي وجماهيره العريضه ان شاء الله. الف مبروك لكاس افريقيا لليد. البعثه ترجع امتى ان شاء الله؟
بكره باذن الله بتصل مطار القاهره صاله 3 على خطوط مصر للطيران القادمه من المغرب باذن الله. ان شاء الله. الف مبروك. شكرا كابتن رؤوف. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي، بعد هذا الفوز المهم بكاس افريقيا لليد، واعتقد طمن حضراتكم على مسيره كره السله والطايره والموسم الجديد الحقيقه بصور من احتفالات اللعيبه بالكاس من المغرب. اهتمام الانديه بالالعاب الجماعيه ودخول النادي الاهلي بهذه القوه في المنافسه خلى متابعه الالعاب الجماعيه متعه. ايوه متعه. انت الان يعني في 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 يعني كره اليد خلاص محطوطه في حته، نرجو ان كره السله، وانا هنا بقول ان عندنا قطاع ناشئين قوي جدا جدا وناشئات قوي جدا، فانتظروا قريبا جدا دعم من نجوم الناشئين والناشئات للفريق الاول، وهنشوف مواسم ممتعه باذن الله في الالعاب الجماعيه، ويستطيع النادي الاهلي انه يحقق كل الاهداف الايه التي يتمناها. نتمنى ان شاء الله تعالى، لانه كمان 10/9 الاهلي والزمالك في كاس السوبر لكره اليد، المباراه هنا في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، والفائز هيتاهل لكاس العالم للانديه عشان يقابل برشلونه. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للاهلي في مباراه 10/9. برشلونه بتضم علي زين لاعب الاهلي السابق. صحيح. طيب الى المغرب، ومعانا رئيس بعثه النادي الاهلي بطل افريقيا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. مساء الخير يا استاذ عمري. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير، ازاي حضرتك والكابتن عدلي، وازيك كابتن، اخباركم ايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك ليكوا ولينا والجماهير الاهلي العظيمه والمجلس الاداره وللكابتن محمود الخطيب والنشاط الرياضي وكل اعضاء النادي الاهلي، ومبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك مبروك مبروك. كنت شايفك مسهل الاول في الاتوبيس. وربنا يخلي ايامنا كلها افراح. هو زي ما تقول كده، الضغط اللي كنا فيه في البعثه والحبسه اللي احنا كنا فيها، احنا بقالنا من ساعه ما جينا واحنا محبوسين فقاعه بقى هنا الحقيقه. الحمد لله، يعني نعمه من عند ربنا، وانت عارف الواحد برضه دور انه يتعايش مع اللعيبه ويشجعهم ويحسوا قد ايه ان مفيش فروقات، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا النادي الاهلي، كلنا ايد واحده، كلنا متكاتفين، كلنا بنفرح لفرح بعض. بالعكس، فالحمد لله رب العالمين، يعني كانت اعتقد طيبه يا رب الامور، وربنا يتمها لنا يا رب على خير كده ونوصل بالسلامه ان شاء الله. كلكم ايد واحده بتسقف للاهلي، قول لي بقى البطوله دي من بدايتها، يعني احنا لاحظنا حتى من البدايه انه ما شاء الله في تركيز كبير، النتيجه دبل سكور تقريبا في الدور الاول في معظم الماتشات. الحمد لله. بص انا لما هخش في الحته الفنيه بقى، انا ايه يعني ايه هتحرك معاك كده بقى، ان انا ايه هبقى المساعد بتاع الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي في ان انا همرر التليفون كده على كل لا قبل ما تمرر والنبي يا معالي الوزير، قبل ما تمرر، انا اعلم ان هناك بعض الكواليس والصعوبات فاتت بيها البعث عشان الناس ما تتصورش الامور كانت ورديه قوي. او لا 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 خالص، اول حاجه يعني انا عايز اشكر الجهاز الفني اللي دايما عنده رؤيه، واللي الحقيقه تحمل الكتير، والحقيقه انه كان بيلعب بطوله افريقيا ومعاه 12 لاعب اول مره يلعبوا في تاريخ النادي الاهلي ويلعبوا في بطوله افريقيا، وبالتالي ده في حد ذاته يؤكد ان النادي الاهلي على الطريق السليم وعلى الطريق الصحيح، وبيجهز اجيال جديده للمستقبل، وهي دي القوه اللي متواجده. الحقيقه طبعا السفر بتاع البعثه كان مرهق جدا للغايه، لان احنا حوالي تقريبا 11 ساعه سفر او 12 ساعه سفر، ما بين طياره 5 ساعات ونص، وما بين اتوبيس حوالي 4 ساعات ونص، غير بقى المطار والكلام ده كله. طبعا احنا دخلنا في بابل، والدنيا الحقيقه مقفوله، والاوتيل الحقيقه يعني ما هوش على المستوى المتميز، بالعكس يعني كان الحقيقه مرهق جدا للغايه، انما احنا التزمنا، واللعيبه كانت رجاله، والحقيقه والجهاز الفني وكله كان متماسك. طبعا في ملفات كتيره، في صعوبات كتيره، في امبارح كان عندنا الحقيقه في السيمي فاينل لاعب من لعيبه النادي الاهلي اصيب ولعب وهو ايديه مكسوره وهو مكسور، ورغم ده تحمل على نفسه. مين هو محسن رمضان الحقيقه، واحد من مهم محسن رمضان لعيب مهم طبعا، وعشان كده يمكن بص بقى الاخلاقيات العاليه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، ان لما طلع كابتن اسلام يستلم الكاس ناداه ووقفه جنبه، يعني يمكن لو الاذاعه موجوده عندكم هتلاقي ان هما الاثنين كانوا بيستلموا الكاس، لان كلهم كانوا متفقين
لانه البطوله دي الحقيقه والمباراه النهائيه دي هدوها لمحسن رمضان، لانه اللاعب كان عايز يلعب ماتش النهارده وهو دي مكسوره. يعني احنا لعبنا النهارده من غير محسن رمضان. لعبنا من غيره النهارده. والله العظيم ده حاجه، يعني ما هيبقى الباك رايت بتاعك المهم جدا غايب عنك فجاه، ده يعني وتتجاوز هذا الامر وتكسب بالشكل المريح ده. الحمد لله ده مستوى عام. الحمد لله الحقيقه انا بشكر الكابتن طارق محروس والكابتن ياسر الرملي والجهاز الطبي الحقيقه وكل المجموعه والكابتن هاني الحقيقه المدير الاداري اللي يعني شعلت نشاط في البعثه الحقيقه بجد. يعني مبسوط منهم يا استاذ عمري؟ يعني مش خساره الانفاق اللي انفقتوه على اللعبه دي يعني ولا؟ احترام والتزام وادب واخلاقيات عاليه وقيم وشباب زي الفل وزي الورد ودكاتره ومهندسين وشخصيات متعلمه وحاجه يعني مش قادر اقول لك غير ان حاجه تشرف حقيقه. يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي مبسوط جدا 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 ان انا موجود في البعثه دي، وطبعا الحقيقه البعثه كانت طالعه بتكليف رسمي من الكابتن محمود. يمكن الكابتن محمود نفسه الحقيقه لما جينا نتكلم مين هيترأس البعثه قال لي يا عمري البعثه قال لي يا عمري احنا محتاجين البطوله دي ومحتاجين البطوله دي محتاجه تترتب بشكل قوي ومحتاجك تطلع رئيس البعثه. والحمد لله رب العالمين، نعمه من عند ربنا وفضله، ربنا جبر بخاطرنا جميعا والحمد لله كنا على مستوى المسؤوليه. طب بسرعه برضه عشان نبتدي نحتفل بابطالنا، تاثير هذا التمثيل المشرف الذي توج بالفوز على اولا الجاليه المصريه هناك من خلال الارصاد العام والسفاره وانطباعاتها. الحقيقه طبعا انت عارف عشان احنا في بابل فكان بيصعب على السفاره المصريه انها تتواجد في الماتشات او في الصاله، انما الحقيقه معالي السفير اشرف الحقيقه كان على تواصل مستمر الحقيقه من اول ما وصلنا لحد الحقيقه النهارده وعلى تواصل يومي معايا. وطب في اي حاجه نقدر نقدمها؟ طب ليكم اي طلبات؟ طب السبورت القوي الحقيقه والدعم المعنوي القوي جدا للشكل العام كان الحقيقه ايجابي جدا. كمان الحقيقه الكابتن محمود كان على تواصل مستمر الحقيقه معايا وكان في اتصال دائم معايا الحقيقه وبيبعت تملي يعني ثقته في اللاعبين، وانا كنت الحمد لله نعمه من عند ربنا بوصل الحقيقه للاعبين كل الكلام ده، وكنا بنؤكد تملي ان الكابتن محمود الحقيقه بيتصل وعنده ثقه فيكم وعارف كويس قوي ان انتوا رجاله وعارف ان انت تقدروا تاخدوا البطوله واحنا محتاجينها. فالحقيقه الولاد كلها كانت مركزه تركيز عالي جدا والحقيقه ومستوى متميز جدا جدا جدا. تمام. يعني شوف بقى انت معاك الميكروفون ومعاك الكاميرا كمان. الكاميرا واللي انت عايزه. اول حاجه هديك كابتن اسلام كابتن النادي الاهلي طبعا واحد من اعظم لاعبي النادي الاهلي في الهاندبول، وهو يتكلم بقى وبعدين اخد الكابتن طارق محروس لانه الحقيقه جاب التليفون، فيعني نكمل بعد كده مع بقيه اللاعبين ونجومنا ان شاء الله. اتفضل كابتن اسلام معاك يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم منيب. السلام عليكم. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك حضرتك الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. يعني عودتك والله كويسه ورهانك على الاهلي ورهان الاهلي عليك كان في محله. الحمد لله رب العالمين. انت رجعت امتى بالظبط النادي الاهلي؟ انا رجعت تاني 2015. طيب رجعت 2016. 2016 واستمريت لحد النهارده انك توصل كابتن النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، ده فضل ربنا حاجه كبيره جدا على الواحد ان هو يبقى عنده المسؤوليه دي ان هو يبقى كابتن النادي الاهلي. مسؤوليه كبيره جدا بتبقى على الواحد، مش اسمه بس، لكن هي حاجه كبيره الواحد بيبقى متحملها، بيبقى بيستحمل ضغوطات كتير، وبالذات انت المجموعه اللي معاك بتبقى المجموعه المره دي يعني الاعمار قليله شويه، لكن احنا الحمد لله رب العالمين الناس متعباني، مش محسسني ان هم صغيرين في السن، لكن الحمد لله الناس كلها يعني قايمه بالواجب وزياده الحمد لله. طيب بعد ما نقول لك مبروك كعاده الاهلي اقفل الصفحه وفكر في يوم 10، هيحصل الكلام ده ولا لا؟ طبعا هيحصل. النهارده نفرح الحمد لله وفرحنا وهنفرح لسه زياده. بكره هيبقى اليوم سفر وتعب، وبعد كده هنفصل وهنبدا تاني من يوم الاحد ان شاء الله اعداد، لان احنا قلنا ناخدها بطوله دي بطوله افريقيه زي اللي جايه بطوله افريقيه. احنا ان شاء الله متحدين ان احنا نكسب كل البطولات
اللي ربنا يوفقنا فيها ويكرمنا ان شاء الله. وان شاء الله هنركز جدا من يوم الاحد، عندنا تمرين يوم الاحد هنبدا تاني ومحاضرات، وان شاء الله نقدر ان احنا نكون بالسوبر كمان. والنبي ما تعيشوا الفرحه اكتر من يوم، ها؟ ليكوا الليله دي بس. وبعدين لازم تنقل تحياتنا لزمايلك كلهم، وخصوصا محسن رمضان، وتقول له قلوبنا معه وربنا يشفيه بسرعه، كنا محتاجينه جدا ان شاء الله. طبعا تفتكر ممكن يلحق ممكن يلحق السوبر ولا صعب؟ لا ممكن هتبقى صعب شويه، لان هي الاصابه قويه، بس يعني هو والله كان بيتحمل على نفسه، كان ناوي ان هو يلعب المباراه النهارده، بس طبعا سلامته اهم، لانه الحمد لله رب العالمين يعني فقدناه، بس ان شاء الله نهدي له السوبر كمان ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن، ويا ريت بقى طارق بقى التليفون للكابتن طارق محروس. طارق مع حضرتك اهو. طيب كابتن عدلي. هي يا معلم، ازيك؟ ازيك كابتن عدلي؟ فرحان طبعا، لانك انت يعني جاي وناس بتعقد امال على الشغل والترتيب وبناء فريق، فتقدر يعني تقول ان انت دي خطوه مهمه يعني. والله يا كابتن عدلي احنا اتعلمنا كده في النادي الاهلي، اتعلمنا ان احنا ما ناخد الخطوه لازم نبقى قدها، اتعلمنا في النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي، ان لازم يبقى عندك الجراه ما تخافش، ولازم وانت بتشتغل تبقى حاطط قدام عينيك حاجتين، ان انت طول ما انت بتبني جيل لازم تحصد معاه بطولات. طبعا دي عمليه شغلانه صعبه جدا، وانت بتبني بتحصد بطوله، لكن الحمد لله احنا قدرنا نجيب لعيبه كويسين جدا. يعني احنا متوسط عمرنا يا كابتن عدلي 23 سنه، دي حاجه في كره اليد يعني صعبه جدا انك تلعب بطوله بمتوسط عمر 23 سنه. عندنا اصغر لاعب في البطوله عندنا في النادي الاهلي عنده 18 سنه، مهاب. مهاب اسمه مهاب ايه بقى عشان الناس؟ مهاب مهاب، انت اسمك مهاب؟ مهاب سعيد. مهاب سعيد. محمد سعيد. مهاب سعيد. مهاب سعيد. مهاب محمد سعيد. ده من جايبينه من بره ولا من ناشئ الاهلي؟ لا 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 لا، من اولاد النادي الاهلي يا كابتن، من اولاد النادي الاهلي. ده شيء جميل جدا جدا. احنا الحمد لله يعني العناصر الموجوده كلها اغلبها من ابناء النادي الاهلي من قطاعات الناشئين، الحمد لله اشتغلنا معاهم وعملنا شغل، جبنا عليهم بعض العناصر من بره بردك صغار السن، واحنا شغالين عشان نبني جيل النادي الاهلي باذن الله يحصد البطولات القادمه في الفترة القادمة في جميع البطولات المحلية والأفريقية بإذن الله. كابتن طارق، أنا إبراهيم المنسى يا كابتن. أهلا، إزيك كابتن إبراهيم؟ إزي حضرتك؟ ألف ألف مبروك يا كابتن. قول لي قول لي، إحنا لاحظنا إن السكور في البداية كان ما شاء الله الفرق كبير جدا، ده إحنا كنا فايقين بالتركيز الشديد ده ولا مستويات الفرق أنت رأيك فيها إيه كان؟ لا هو حضرتك بص، يعني إحنا بالنسبة لنا البطولة دي جاية في وقت يعني صعب جدا لأي مدير فني، مفيش مدير فني بيلعب بطولة بطولة طاغية مهمة في بداية فترة إعداده، يعني احنا البطولة دي جاية بعد فترة إعداد، احنا ما لعبناش ولا ماتش في الدوري، وبالتالي اللعيب لسه ما وصلش لمرحلة النضوج الذهني والعضلي والفني في الملعب، فالبطولة دي جاية في وقت صعب جدا، الحمد لله بفضل ربنا الماتشات الأولانية كانت ماتشات سهلة، قدرنا ندخل اللعيبة من خلالها في مود المباراه، والحمد لله قدرنا بعد كده لعبنا دور الثمانيه ثم السيمي فاينل والفاينل الحمد لله. الكابتن الطيار بقى، كنا سامعين انه هيجي له احتراف بره، هل هو هيلعب معاك السوبر ولا لا 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 لا، طبعا عصام متواجد في النادي الاهلي يا كابتن، عصام ابن من ابناء النادي الاهلي. قول له يا عصام، قول له يا عصام ركز معانا بس كده لما نحقق العلامه الكامله باذن الله، وبعدين اللي انت عايزه باذن الله. كابتن عصام ابن من ابناء النادي الاهلي، وباذن الله الفتره الجايه مع وجود اللعيبه دي، لان عصام برضك من اللعيبه الخبره، واحنا عندنا لعيبه ناشئين، عندنا برضك اثنين حراس مميزين جدا هايلين هايلين، عندنا حميد وعندنا طه. ومع عصام انا دايما بقول في كل وسط كره اليد، والناس عارفه الكلام ده، ان انا عندي احسن ثلاث حراس مرمى في مصر، ومتوسط عمرهم كويس، هيدونا لفتره طويله، وباذن الله هم اللي هيحصدوا البطولات في الفتره الجايه. اصابه محسن هتاثر على
الاستراكشر بتاعك في السوبر. طبعا محسن لعيب جامد ولعيب مهم. عايز اقول لحضرتك ان امبارح البعثه باتت ليله حزينه جدا، لان مش عشان خاطر بس كمان محسن لعيب مؤثر، لا، ما هو لعيب جميل وخلوق ومهذب، وهو حتى يعني الدكتور قال لي وهو في المستشفى، قال له اوعى تقول للكابتن طارق انا هاخد اي حقنه وهلعب غصب عن عين اي حد. بسم الله ما شاء الله. يقول له ده كاس. قال له انا هلعب، يعني هلعب، الجمهور النادي الاهلي مستني البطوله، واحنا مش هنفرط في البطوله دي، فاديني حقنه وبعد الماتش جبسها لي. قال له ما ينفعش. فالمهم لغايه ما جم الاوتيل والحمد لله خدنا القرار واتجبست ايديه وربنا يشفيه ورجع لنا ثاني مره. سلامته اهم من اي حاجه. قريب منك ممكن نكلمه؟ لا والله مش قريب مني، انا جنبي. نجيبه لك، انا جنب محمد عادل لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي والمدرب العام. لا زولا المدرب العام محمد عادل. لا، احمد عادل لاعب الدايره مع حضرتك. ده غير كابتن عادل. اهلا، ازيك؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ لاعب الدايره بقى، يعني بالمواصفات الجديده بقى اللي هي الاشول. اشول ووحش. والله لاعب الدايره ده بيتبني عليه خطط كتيره جدا، ف يعني انا متوقع انك انت طبيعي كل مركز دي اهميته طبعا. يعني ارجو ان انتوا وزمايلك الصفحه تتقفل بكره، عشان ماتش السوبر ده ماتش هايل ومهم وهيكون فارق باذن الله. طبعا الموضوع ان احنا خدنا بطوله النهارده، بطوله افريقيه طبعا، الحمد لله على كل شيء. الناس فرحت جدا والناس هتفضل فرحانه طبعا. بمجرد اول لما نرجع القاهره الموضوع اتقفل، نبدا نفكر بقى من اول وجديد، نبدا نعيش حساباتنا. هدفنا على بطوله برضو افريقيه، ماتش بطوله بيعتمد كاس عالم انديه. فطبعا الناس كلها بدات تستوعب هي فين. الموضوع طبعا مختلف جدا، بس هي طبعا هنا الاجواء لحد دلوقتي الناس مبسوطه طبعا، ده حقنا، ونفرح مع الجمهور طبعا، دي حاجه طبيعيه جدا. فده لحد اول ما نرجع القاهره الصفحه اتقفلت، ونبدا بقى صفحه جديده، الماتش بطوله ثلث السوبر ان شاء الله. تمام، وباذن الله يعني تكون عند حسن العشم من الجمهور بعد اصل انتوا الناس لما بتتعود على الانتصارات ما يعني في الاهلي ما بتتنازلش. ف طبعا ربنا يقدركم وتعوضوا برضو طبعا النقص اللي حصل بالغياب يعني المؤثر بتاع محسن رمضان، لكن البركه فيكم. وانا عارف ان انتوا زي ما عملتوها كده في الفاينل هتعملوها باذن الله الماتش الجاي ان شاء الله. الناس كلها على قدر المسؤوليه، ومحدش بيبخل بروح العرق التيشيرت اللي هو لابسه. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، واي حد يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي، فالناس كلها حاسه بالمسؤوليه دي، وعارفين ان هم داخلين على مباراه يعني تقريبا من اهم البطولات في حياتهم. اغلبيه اللعيبه هنا صغيره، فبالنسبه لهم اصلا دي اول افريقيا. وبالنسبه طبعا للسوبر هيبقى اول سوبر، فالناس بدات تستوعب وبدات تخش في المود بتاع ماتشات افريقيا والبطولات، ودي حاجه كويسه جدا كبدايه موسم ان احنا نخش نبدا ناخد افريقيا. تمام، والف مبروك طبعا، وذقتوا طعم الفوز فهتبقوا حريصين عليه. جنبك الاستاذ كابتن ياسر رملي. كابتن ياسر رملي كابتن ياسر رملي موجود اهو، ادهوني. طيب اوكي، اتفضل معاك كابتن ياسر. كابتن علي مساء الخير. مبروك يا ابو كباتن، ويعني بدايه موفقه باذن الله، ومجهود واضح في بناء فريق جديد تحت مسؤوليتك العامه على الفريق. انا عايز بس اسالك سؤال يعني محدد. احنا مسموح لنا بالتدعيم قبل هذه المباراه، ولا هتتلعب القوائم بتاعت كل فريق؟ لا، مسموح من قواعد المشاركه سواء في بطوله افريقيا او بطوله السوبر ان كل فريق ممكن يجيب محترف، سواء من الدوري اللي هو بيلعب فيه من نادي محلي يعني، او يجيب لاعب محترف من بلد خارجي، مفيش مشكله، ممكن يحصل تدعيم يعني. انا ليه بسالك السؤال ده؟
لان ربما احتياجنا دلوقتي لهذا الدعم بعد اصابه محسن رمضان، احنا محتاجين ان احنا نسد هذا. والله يعني الموضوع ده هنبتدي نبص عليه فعلا. يعني انت هتجيب واحد من الدوري المحلي يا تجيبه من بره؟ او واحد من هنا وواحد من هنا، ممكن يحق لك اثنين يعني. يحق لك اثنين. طيب شوف بقى الاستاذ ابراهيم عايز يقول لك ايه. يعني اولاد النادي الاهلي، والنادي الاهلي غني باولاده. النهارده اللي لعب مكان محسن ولد عنده 18 سنه، بسم الله ما شاء الله، مواليد 2003، ما خافش، تم اشتراكه في البطوله الفتره اللي فاتت في بعض اللي هو مهاب. مهاب ما شاء الله، ادى اداء عالي وتحمل المسؤوليه. وانت عارف حضرتك روح النادي الاهلي وعزيمه رجاله النادي الاهلي ما بتبانش غير وقت الشد، وقت الشد بتعرف. فالحمد لله كنا واثقين ان الولاد هيعوضوا النقص اللي اثره محسن. طبعا انت عارف حضرتك لعيب تقيل ولعيب دولي في مركزه، من العماد من منتخب مصر. انما الروح اللي موجوده وعزيمه الولاد الحمد لله، كان عندنا اصرار ان احنا لازم نرجع بالبطوله، والحمد لله البطوله رجعت تاني للنادي الاهلي. ربنا كبير، وان شاء الله الموسم ده بنوعد جماهيرنا ببطولات ثانيه باذن الله. باذن الله. كابتن ياسر، قول لي المباراه النهائيه النهارده مع وداد سماره، كنا احنا بنلعب مع فريق مغربي الفاينل في ملعبه، شكل المباراه مش ازاي؟ عايز اقول لحضرتك هو الفريق المغرب مستعد استعداد جيد. عايز اقول لحضرتك يعني تقريبا هو كان جايب اثنين لعيبه من الانديه الاخرى في نفس الوقت. اللي بيصرف على الفرقه خلال البطوله مدرب منتخب المغرب اللي كان مشارك في كاس العالم اللي فات، فهم كانوا يعني عارفين البطوله على ارضهم، كانوا بيلعبوا بقوه، متجمعين، متدربين كويس. يعني تقريبا هو اقول لحضرتك منتخب المغرب باستثناء حارس المرمى والاثنين لعيبه تانيين محترفين كانوا في بعض الانديه الاوروبيه. الحمد لله ان احنا قدرنا وخدنا البطوله من هنا في المغرب، فانجاز كبير للنادي وللجيل، وربنا ان شاء الله يتم على خير السنه دي وتبقى موسم بطولات للنادي الاهلي باذن الله. محسن رمضان جنبك يا كابتن؟ والله احنا بنديله دلوقتي يجي. انا جنبي فيصل من احد النجوم برضو الفريق، عمل بطوله مميزه جدا، وان شاء الله لعيب دولي كبير تحمل مسؤوليه في اوقات صعبه يعني. ففيصل مع حضرتك اهو. عبد الرحمن فيصل، اهلا. عبد الرحمن، السلام عليكم. اهلا بيك. سلام ورحمه الله. مبروك يا كابتن الرحمن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. الف الف مبروك، شرفتونا بجد يعني. ربنا يخليك، ده اللي على طول لازم يحصل ان شاء الله. طيب ما هو ده هيخلينا نطمع فيكم بقى ونطالبكم بالمزيد، خاصة ان بطولة السوبر، لا المنافس المرة دي لا، ده الزمالك. فبإذن الله احنا هنحارب ان شاء الله على البطولة دي. أيوة. بطولة دي فارقة في حياتنا كلنا. ان شاء الله يعني نقدر احنا ان شاء الله. ان شاء الله، لان كمان بطولة توديك كأس العالم للأندية. زي ما الكوره، زي ما كره القدم راحه كاس العالم السنه دي، ان شاء الله الهاندبول يكون هو الثاني موجود. اكيد اكيد، ده حلم عندنا ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحققه باذن الله. يا كابتن عبد الرحمن الف مبروك، وترجعوا بالسلامه بكره ان شاء الله. تحياتنا لباقي الفريق كله، وكنا نتمنى نكون معاكم جوه الاتوبيس واحد واحد. معلش بقى مقتضيات الامر، مفيش اي مشكله. سلم عليهم كلهم وشدد على امنياتنا للكابتن محسن رمضان، وننتظركم ووصولكم بالسلامه بكره باذن الله. ماشي يا كابتن عادل، اتفضل يا كابتن عصام، التيار مع حضرتك. طيب مين معانا؟ طيار. كابتن عادل يا عمي، لسه بقول ازيك يا طيار. عصام يا كابتن عصام، ايه الصوت راح؟ الو، ايوه يا كابتن عصام. كابتن عدلي مساء الخير، ازيك؟ كله تمام الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك يا رب. لسه بسال طارق، لان كان في اخبار كده في انك انت يمكن تطلع بره وبتاع، فطمني انك قاعد بقى ومكمل، وباذن الله الموسم ده يكون موسم استثنائي مع النادي الاهلي، وانت راجل من العناصر المؤثره، انت وزمايلك حقيقه عندنا اجوان مميزه جدا، خبراتك مهمه في اللي جاي.
الاول ربنا يخلي حضرتك على الكلام ده والله يبارك في حضرتك. طبعا النادي الاهلي ده بيت يعني، هو اللي مربيني يعني. انا ما لعبتش في حته غير في النادي الاهلي، وما اقدرش استغنى عن النادي يعني كده كده اكيد. ده كلام مهم. وانت يعني عامل راجع من كاس العالم لسه او من طوكيو، فطبعا كانت بطوله مهمه، اول بطوله تلعبها. بالظبط، دي كانت اول اولمبياد ليا العبها، لعبت واحده بس قبليها، كانت اولمبياد شباب مع المنتخب بتاعي، وخدنا فيها فضيه يعني، خدنا فضه اولمبياد نانجين كانت في الصين. يعني متعود على البطولات اهو، بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى متعود على البطولات، يعني كل اي لعيب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده سمه ان هو يلعب في بطوله وان هو يكسب بطوله، وده حاجه احنا متربيين عليها في النادي يعني. زي ما قلت لحضرتك يعني، انا من وانا عندي 7 سنين وانا بلعب في النادي الاهلي. طيب الف مبروك يا كابتن. الاستاذ العمري جنبك ولا بعيد؟ جنبي طبعا. طيب نكلمه وشكرا. معانا يا كابتن عدلي طبعا النجم مهاب، اصغر لاعب في بطوله افريقيا، ويعني هو يعني تقدر بقى تتكلم معاه وتبارك له بنفسك. اتفضل. مبروك يا مهاب، وانت يعني برضو اداء مميز مع منتخب الناشئين، والنهارده بتحط قدم قويه في بطوله مهمه مع النادي الاهلي، بتضيف اليك ايه دي على مستوى الطموحات وعلى مستوى الغد يعني بكره؟ اول حاجه الله يبارك في حضرتك. طبعا احب اشكر اول حاجه بعد ربنا، احب اشكر طارق على الفرصه اللي هو اداني، انا بقى في المجموعه ديت واللعيبه صراحه ما حدش اثر معايا، ما حدش دخل عليا بمعلومه او اي حاجه، كلهم كانوا جنبي، ودي حاجه طبعا بدايه الطريق ليا وان شاء الله اللي جاي احسن. يعني انت لقيت مساعده وقدرت تاخد خبرات مؤكد من البطوله دي عشان نبتدي نطلب منك بقى السوبر. طبعا ان شاء الله، ان شاء الله نجد تكون ده جماهير النادي الاهلي دايما في ظهرنا على طول ان شاء الله حبيبي. ومنتظرين اللي جاي، وقدامك سكه طويله جدا تحقق فيها للنادي الاهلي والمصري بطولات، وتكون النموذج المشرف اللي دايما النادي الاهلي حريص يقدمه للرياضه المصريه باذن الله. شكرا كابتن مهاب. سياده الوزير. يا كابتن عدلي. يا استاذ عمري الف 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 مبروك. استنى بقى استنى، لا لا ما احنا ما ينفعش نقفل ومعانا محسن رمضان ومعانا الدكتور كمان اللي هيتكلم على الحلقه. احنا عمالين نقول لهم فين محسن؟ عمالين ندور على محسن زي ما يكون نازلوه الاتوبيس. احنا جبناهولك اهو معاك اهو. طيب اتفضل يا احمد. كابتن اتفضل. يعني يا عم محسن نقعد نجري وراك وانت في نادي اليوفلس ومش عارف، ويوم ما تيجي النادي الاهلي مستنيين بقى احنا بطوله السوبر تتعور لي امبارح ولا اول امبارح كده؟ والله انا طبعا كده طبعا اعمل ايه؟ الحمد لله ان شاء الله. بس روحك ووجودك مع زمايلك انا متاكد انكم على قلب راجل واحد، والخيره باذن الله في الباقي، وقلبنا معاك الحقيقه يعني، وترجع بسرعه يا رب يا كابتن عادل. يا رب باذن الله يا رب دايما. محسن انت كنت عايز تلعب برغم الكسر مش كده؟ والله طبعا ده كان نفسي طبعا، بس هم اللي منعوني والله. لا ما ينفعش. ما كانش ينفع والله، بس هم اللي منعوني يعني. انت عارف ان ده نهائي افريقيا والسوبر، يعني ما ينفعش الواحد يبقى قاعد في مباريات فوق بيتفرج عليه يعني، لازم في الملعب. بعدين صورتك جايه هنا عامل وحش وماسك لي الكاس بايدك المكسوره. ايوه طبعا. انت اي حاجه. ألف ألف سلام عليك، وإن شاء الله ترجع تبقى كويس في كأس العالم. واللعيبة بتقول عايزة تلعب الماتش ده على شرفك يعني، عشان يدوك البطولة بإذن الله. كلهم لعيبة رجالة والله. إن شاء الله حبيبي إن شاء الله. هم عايزين فرحة بإذن الله والله. أنا الحمد لله. الحمد لله حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك كابتن محسن، وألف سلام عليك. الله يرفع عليك. الله يخليك. خد الدكتور معاك أهو. طيب. دكتور معاك، الدكتور محمد. ألو. الدكتور محمد ده طبيب الفريق. دكتور محمد. تمام ازي حضرتك؟ الف الف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك والله، احنا اللي بنهدي لكم الفوز والكاس النهارده في البطوله لحضرتك والجمهور الاهلي الكبير والله اللي دعمنا وكان معانا خطوه بخطوه
الحمد لله لحد ما ربنا كرمنا ان شاء الله الحمد لله وخلصنا البطوله الحمد لله. قول لي ظروف البطوله في الناحيه الاحترازيه بقى والاجراءات اللي عندك كانت مختلفه او مشدده شويه؟ اه الحمد لله كنا يعني مساحات كل مساحات يوم ويوم مواعيد الاكل لكل فرقه تنزل في وقت معين، مفيش فرقه بتتجمع مع بعض في ميعاد الاكل. كل فريق ليه باص معين بيتحرك بيه الملعب، مفيش باصات بيركبها مع بعض، مفيش خروج ولا دخول من الفندق نهائي. كانوا مطبقين نظام البابل، اي حركه في بره اللي هو بالماسكات، الاجراءات الاحترازيه في كل حاجه بنعملها حتى في يعني حتى في وقت الاكل في كل حاجه. فالحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله كانت على طول مساحاتنا سلبيه وقدرنا الحمد لله ان احنا نحافظ على اللعيبه والبعثه كلها والحمد لله ربنا كرمنا وكلنا مجهودنا وتعبنا بالكاس النهارده الحمد لله. البطوله كلها كان فيها اي حالات ايجابيه ولا الحمد لله مشيت كويسه؟ لا 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 بالنسبه لنا فرق الرجال كان الحمد لله كلها كويسه ومفيش اي حالات عندنا الحمد لله. يعني كان لازم طبعا يعني يشغلوك وترجع بقى ما تشتغلش، لازم يتعور لك في اخر ماتش حد عشان والله يعني انت حضرتك عارف الاصابات بطريقه اللعبه لعبه عنيفه طبعا اللي فيها والحاجات دي، بس بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني الواحد كان فعلا 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 بيتعامل مع رجاله، يعني فكره الراحه ما كانتش موجوده، كان اللعيب شغال جلسات ليل نهار معانا شغالين على اصاباتهم على طول الحمد لله ربنا كرمنا، يعني بتلعب ماتش اول يوم اول يوم لا يوم اول يوم لا والبطوله مدتها اسبوعين طبعا مجهود عضلي رهيب يعني، فالحمد لله فعلا الواحد كان بيتعامل مع رجاله وربنا كرمنا وكلهم فعلا كانوا قد المسؤوليه وعدينا الحمد لله. اصابه محسن ان شاء الله باذن الله تبقى اصابه بسيطه وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر يرجع ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله باذن الله. يعني يغيب قد ايه محسن يا كابتن؟ والله يعني لسه هو لحد دلوقتي لسه احنا عملنا اشعاعات مبدئيه واحنا هنا وخدنا قرارنا بالاسفات الاوليه والكبيره اللي هو فيها، لكن هنحتاج طبعا ان شاء الله لما نرجع باذن الله مصر هنعمل اشعاعات مقطعيه وحاجات كده وبناء عليها هناخد القرار هيبقى فتره غيابه قد ايه والحاجات دي كلها باذن الله، يعني وتاهيل العلاج الطبيعي بعدها وانت تكون جاهز 100% في الملعب ان شاء الله، وكل ده هيتوقف ان شاء الله لما نرجع ونعمل بقيه اشعاعاتنا وتصرفاتنا باذن الله. ان شاء الله ترجعوا بالسلامه والف الف مبروك يا دكتور. بالمناسبه استاذ ابراهيم الدكتور بتاعنا ربنا اكرمه في البعثه ونتيجه الدكتوراه بتاعته كمان طلعت، فيعني عايز اقول لك ان البعثه احتفلت بيه كمان يعني كمان طيب الف مبروك الحمد لله الحمد لله وبعثه وشها حلوه عليه الحمد لله هي بعثه دوبل كلها معلش يا استاذ عمري يعني كنا نتمنى الفريق واحد واحد نستقبله انما بكره نبقى في استقبالكم في المطار ان شاء الله باذن الله. هناخد واحد بس هناخد واحد بس يا كابتن بعد اذنك عشان هو اخر واحد وهو الحقيقه يستحق لانه يعتبر الضمن المجهود في هو المحلل بتاع كل حاجه بتاع الاداء محلل الاداء احمد الحقيقه حد من الشباب المميزين جدا 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 واللي كان ليه دور الحقيقه طيب جدا مع الكابتن طارق في تقييم كل الملفات وتقطيع الفيديوهات والمراجعات والكلام ده مع كمان الظروف اللي احنا كنا فيها وعدم الخروج والنت الحقيقه كان متعب جدا، فالحقيقه يستحق جمهور النادي الاهلي نسمع صوته ويبارك له الحقيقه. كابتن احمد القط كابتن احمد القط الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك. قول لي فكره تحليل الاداء جديده على الهاندبول ولا اتخذت من الكوره برضو؟ لا طبعا يعني عندنا الهاندبول في النادي متطوره جدا بنعتمد على احدث البرامج العالميه اللي بتشتغل بيها اوروبا خاصه الدول الاسكندنافيه زي السويد والدنمارك الحقيقه بنستخدم السيستم ده في تحليل المباريات، بنقدر نتعرف على الفريق المنافس طريقه لعبه ازاي بيدافع ازاي طريقه الهجوم ازاي تكتيك اللي بيقدر يعمله بيقدر يخلص الفور في الاماكن انهين برضو بنقدر نقيم من خلال السيستم ده الفريق بتاعنا نقدر يعني بنشوف مواطن القوه فين ومواطن الضعف فين وبنعزز مواطن القوه وبندعم نقاط الضعف بحيث ان احنا نقدر بعد كده في الماتش اللي بعديه نقدر نستغل الحاجات اللي احنا طلعناها دي ونطلع احسن النتائج ونلعب كويس قدام الفرق المنافسه الحقيقه. رؤيتك بتبان اثناء المباراه ولا يعني انت ممكن تقول لو اي حاجه تحليليه ظاهره لك في اثناء اللعب تقدر تقولها للمدرب ولا بيبقى للماتش اللي بعده؟ احنا بنقدر اثناء المباريات طبعا اثناء المباراه
التغيرات الدفاعيه اللي في الفريق المنافس ونقدر وبنشتغل عليها في الشوط الثاني عشان خاطر نقدر ان احنا يعني نسير المباراه على حسب ما احنا عايزين. موضوع التحليل الفني مهم جدا اثناء المباراه وبعد المباراه. اثناء المباراه بيبقى موضوع يعني تحليل فني احصائي، بنقدر نطلع مثلا الشوط كان كوره من المكان الفلاني في انهي زاويه لحارس المرمى عشان نقدر نشوف مواطن القوه ومواطن الضعف لحارس المرمى فين ونقدر نشتغل عليها في الشوط الثاني. كمان بنقدر نشوف الثغرات الدفاعيه للفريق المنافس سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي او بين كذا او بين كذا عشان نقدر نشتغل عليها برضو في الشوط الثاني. كل الحاجات دي بتقدر يعني بتدعمنا اثناء المباراه عشان نقدر يعني نتوج بالبطوله. والحمد لله اللي حصل النهارده الحقيقه ده كان مجهود كبير من كل فرد في الجهاز الفني، كل واحد في الجهاز الفني بيشارك ولو بجزء بسيط بيكتمل الجزء البسيط ده العمليه التدريبيه كلها وبتوج في النهايه الحقيقه الفريق الحقيقه الحمد لله ونحمد ربنا على الايه على على البطوله وان شاء الله نوعدكم ان شاء الله. بس انا عايز اسالك سؤال بقى، التحليل ده انت بتتحمل عبء لوحدك ولا معاك حد بيساعدك؟ لا انا بتحمل العبء لوحدي الحقيقه، يعني انا من خلال تخصصي انا استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه جامعه بنها، مصمم سيستم قبل كده زي السيستم الالماني اللي اسمه سيوس تايمنج بيشتغلوا اللي كانوا بيشتغلوا عليه بكاس العالم، مرنت الناس في كاس العالم اللي فات عندنا في مصر على طريقه استخدام السيستم ده لان انا كنت مصمم الحقيقه سيستم مشابه ليه تماما بالتعاون طبعا مع الاتحاد المصري. بنقدر نحصل على الماتشات والحقيقه النادي الاهلي قام بمجهود كبير جدا ما اقدرش ان انا اخذل حقه. المهندس كمان محسن كلف حد يسجل لنا الماتشات ويرفع لنا الماتشات على السيرفرات نقدر ننزل الماتش بعد الماتش مباشره عشان نقدر نشتغل عليه لان طبعا البطوله كمال اللي هو مدير الاداره الالكترونيه. ايوه تمام لان طبعا البطوله وقتها قصير جدا ما بنقدرش ناخد وقت او ناخد هدنه كده ان احنا نقدر نتفرج على الماتشات بكره او بعده، لا لازم بعد الماتش مباشره نقدر نشتغل عليه على طول. فالحقيقه قاموا بمجهود كبير جدا والحقيقه انا بشكرهم على المجهود الرائع اللي هم قاموا بيه الحقيقه. ريح لك يوم بقى بس على طول لانك اللي هتحلله المره دي الزمالك. مفيش راحه حضرتك. مفيش راحه حضرتك، احنا مطلوب مننا الشغل لسه عشان خاطر انا عارف ان شاء الله ماتش السوبر يعني احنا مرتبين للشغل الاسبوع الجاي الحقيقه، فمفيش راحه يعني ممكن نريح بعد الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تيجوا بالسلامه والف الف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. اشكرك كابتن عدلي، اشكرك يا استاذ ابراهيم، ودايما متالقين ودايما منورين النادي الاهلي ودايما مميزين ودايما يعني في الافراح يا رب، ومبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم يا رب. الحمد لله واحنا اللي وانت وكل الابطال دايما بتسقفوا للاهلي ودايما داعمين للاهلي وموفقين دايما ان شاء الله. يا رب دايما يا رب الاهلي ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. فعلا هتفضل على الكل يا رب. الحمد لله ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. اشكرك يا استاذ ابراهيم، اشكرك كابتن عادل. شكرا جزيلا لابطال افريقيا في كره اليد، دول ابطال بجد. اما تشوفوا نتائجهم في البطوله من اول يوم لغايه الفوز على صاحب الارض وداد سمارة المغربي على ارضه، تعرفوا ان هذا الفريق عمل انجاز كبير وقدامه مشوار كبير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي. ده بقى الناس كلها المنتظره ماتش السوبر ده والاداء اللي هيحصل فيه. يا رب يعني يتعافوا بسرعه، الاستشفاء يتم بسرعه عشان يقدروا يطلع بالكيرف تاني. ما هو دي مشكله البطولات المتعاقبه يا استاذ ابراهيم. انك انت بتلعب عشان توصل لقمه معينه اثناء البطوله. توصل لها فتلاقي قمه تانيه. لو جالك قمه سريعه ليها بتبقى مشكله فنيه ويعني بدنيه وذهنيه، ربنا يقدرهم عليها ويعملوا لنا ماتش كويس باذن الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل زي ما قلت لكم هنشوف مين ماشي من الاهلي ومين اللي جاي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في مباريات قويه في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. مصر بعد ما كسبت انجولا امبارح عندها مباراه يوم الاحد ان شاء الله في ليبرفيل مع الجابون، لكن متخيلين ان النتائج النهارده الجزائر فاز على جيبوتي كام؟ 8-0.
بصوا الناس واخدها ازاي بالقوه والتركيز 8-0 فوز الجزائر. ده هتحرج الناس كلها. والمغرب فايز او كسب السودان 2-0، فوز المغرب 2-0 على السودان، وفوز الجزائر على جيبوتي 8-0. والماتشين دول طبعا في الجزائر وفي المغرب. ودي بدايه مهمه، لانه زي ما قلت لحضراتكم العشر مجموعات سريعا، عشان من العشر مجموعات في افريقيا كل مجموعه فيها اربع دول او اربع منتخبات، يعني 40 هيلعب رايح جاي، وبعد كده يتاهل اول كل مجموعه، يعني في 10 هيتاهلوا. لما يتاهلوا العشرة دول هيتعملوا تصنيف الف وب، حسب تصنيفهم فرقه من الف هتلعب فرقه من ب. احنا مصنفين خلاص، احنا ب. لا، ما هو انت لو كسبت ماتشاتك واي فرقه من فرق التصنيف الاول تعثرت، ممكن انت تدخل التصنيف الف، يعني وفقا لنتائج اعاده تقييم تاني. هيحصل اعاده تقييم وفقا للنتائج اللي هتضاف. يعني بناء على نتائجك في هذا الدور هتاخد نقط تدخل بيها التصنيف الجديد. فنتمنى ان احنا ان شاء الله نحاول ندخل في تصنيف احسن شويه، لانه لو قلت لحضرتك يا باشمهندس التصنيف اصلا للفرق اللي موجوده هنلاقي مصر دلوقتي احنا في التصنيف الثاني. التصنيف الاول مين؟ السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا. لو احنا فضلنا في التصنيف الثاني مع غانا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي، يبقى لو تأهلنا بإذن الله تعالى من مجموعتنا هتلعب مع واحدة من نيجيريا أو الثلاثة العرب، يعني نيجيريا والسنغال والثلاثة العرب، تونس والجزائر والمغرب. ده المواجهة المحتملة في الدور الأخير، هتبقى ذهاب وإياب، والكسبان يروح كأس العالم في الدوحة إن شاء الله. خلاص احنا اللي احنا فيه ونتأهل، لأن الحقيقة النتائج اللي تحققت إنذار. صحيح. فنتمنى كل التركيز وكل التوفيق للمنتخب. مش عايزين نقيس على يوم الحد ان شاء الله، نعتبرها يعني للنسيان زي ما بيقولوا، لان ما مباراه بتخاف. ده بيقول ده المدرب بتاعهم طالع يقول لك انا ناقص 15 عنصر، يعني هتروح تقابل فرقه تانية خالص. وكل اللي طلعوا امبارح يشتكوا من الاجهاد ومن اللعيبه مش قادره وبيعذروا اللعيبه، يا ريتهم يكونوا افتكروا شكوه الاهلي وتحذيراته من البدايه، وعمالين يضغطوا في الماتشات وعمالين يحطوا كل الفرق وبالذات الاهلي في مشاركاته الكتيره تحت ضغط بدني رهيب جدا. ادينا شفنا النتيجه امبارح. نتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تقدر ويكون ده درس للموسم الجاي، لازم يشوفوا لهم حل. صحيح. ان موضوع ضغط المباريات ده يشوفوا حل. لكن بعيدا عن ده، هناك كلام كثير في الغربال، صفقات الأحلام والأوهام. تفتح جورنان، تفتح موقع، تفتح برنامج، تشوف أي حاجة على السوشيال ميديا، مين هيمشي من الأهلي ومين جاي الأهلي. طبعا في كلام، ومين زعلان، وموسيماني مش عايز مين، ده طالع انه مش عايز حد. المصر اليوم قالت الأهلي يستغني عن بانون وجونسون، والاخبار قالت لا، الاهلي بيتمسك بالشحات وبينفي شائعه بانون ويقترب من صفقات جديده. موقع مصراوي قال وكيل بدر بانون يكشف لمصراوي حقيقه رحيله عن الاهلي. لكن في الجول قال امير توفيق بيرد على شائعات طلب موسيماني رحيل بانون. الوتر راح في سكه تانية وقال عمار حمدي يرفض العوده للاهلي خوفا من الدكه. وقالت كمان الوطن ان في غربله في الاهلي وإبلاغ لاعبين بالرحيل وإغراء السولية ب 11 مليون جنيه وحملة إعلانية لتجديد عقده. الجمهورية رفعت السعر وقالت أفشة بيقترب من التجديد و 31 مليون جنيه للسولية. لكن الأهرام قالت الأهلي يتوصل لاتفاق تمديد تعاقد السولية حتى 2024. رجعت المصري اليوم تاني قالت الأهلي بيحصن أفشة من الرحيل بتعديل عقده، وقالت ان اجايه ومحسن يتمسكان بمستحقاتهما الماليه. هنا نلاحظ ان الكل بيتكلم على الصفقات ومين هيمشي ومين هيجي، واللي انا هقوله لكم ده نقلا عن مدير التعاقدات في النادي الكابتن امير توفيق. حسين الشحات جاله عرض اعاره من او استعاره من احد الانديه السعوديه. ايوه، الأهلي تلقى عرض
استعارة حسين الشحات من أحد الأندية السعودية. مستر بيتسو موسيماني تمسك باستمرار حسين الشحات. اقفل. الشحات مستمر. كهربا موجود ومستمر ولم يتحدث أحد في الجهاز عن رحيله. اقفل. طاهر محمد طاهر لا صحة مطلقا للكلام عن التفكير في إعارته والجهاز متمسك بيه. اقفل. لأن طاهر بالذات عايزين يهزوه. بدر بنون يحظى بثقة بيتسو موسيماني الكاملة ولا أي أساس من الصحة للكلام عن طلب رحيله أو تلقي أي عروض لانتقاله ولا تفكير في هذا مطلقا. غيره. عمرو السولية اقترب كثيرا من التجديد لكن حتى الآن لم يتم التجديد، لكن في تلاقي ومفيش مشكلة لعمرو السولية أو لتمديد عقد محمد مجدي قفشة. مين تاني؟ تعديل في الجهاز المعاون وانه جونسون يرحل. فكرة الجهاز المعاون يا جماعة هو اسمه جهاز معاون، ده حق طبيعي وبسيط لمستر بيتسو موسيماني. اجراءه اي تعديلات اي تدعيمات للجهاز هذا امر يخص المدير الفني ومؤكد هو بيحدد احتياجاته واختياراته في معاونيه اللي يقدروا يضيفوا له. ده من حيث المبدأ. لكن كمان أجاييه وأليو ديانج. أليو ديانج كان الأهلي تلقى عرض من أحد الأندية التركية لانتقاله، حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص أليو ديانج. الأهلي يتمسك بأليو ديانج لكن هناك مفاوضات. إذا انتقل أليو ديانج للنادي التركي أو للعرض التركي أجاييه موجود ومستمر وفقا لعدد الأجانب، فالاثنين مرتبطين ببعض بعد انتقال ولتر بواليا معارًا إلى أحد الأندية التركية. ده كلام أمير ليه؟ ده كلام أمير توفيق. فبالتالي مفيش صحة أبدًا لكلام أجاييه خلاص مشي أو إن أليو ديانج خلاص مشي. الأمور لم تنتهي بعد. بالنسبة لمروان محسن طبعًا ليه كل التقدير والإحترام، لكن هناك بعض العروض تتم مناقشتها. بالنسبة للإعارات مستر بيتسو موسيماني بيحدد احتياجاته من نجوم الأهلي المعارين للأندية الأخرى، ووقت ما هيحسمها هيكون دي التدعيمات اللي موجودة وجاهزة. أحمد رمضان بيكهام تم الاتفاق على إعارته لنادي سموحة زي ما تم إعارة فهد جمعة رأس الحربة الشاب وأيضا فارس الباك رايت إلى سموحة. دي حركة الإعارات في فريق الشباب أو في الفريق الأول. دي تأكيدات الكابتن أمير توفيق حسما لكل هذا الجدل. لكن بالنسبة للصفقات اللي تحققت الأربع صفقات اللي تحققت سواء بيرسيتاو أو لويس مكسيوني أو كريم فؤاد أو حسام حسن مهاجم سموحة، دي الأربع صفقات اللي تم فعليا تدعيم الفريق بيها ومع بدء التدريبات إن شاء الله يكونوا في الملعب. أنا بس عايز أقول للناس الإعارات ليها سبب. أيوة. ولذلك النادي الأهلي بيكون حريص إنه يدي الفرق اللي هتلاعب اللعيبة. الإعارات يعني مثلا اللعيبة اللي راحت البنك السنة اللي فاتت فخري وشادي لا ما لعبوش. فمش هو ده الهدف. أيوه. أو ما لعبوش بالشكل اللي يخليهم يعبروا عن نفسهم. فخر لعيب موهوب جدا وشادي جداً. وشادي حاجة وشادي. ده الفراري يعني ده العنصر الحاكم في موافقة النادي الأهلي في إعارة لعيبته. ده كلام يا ريت يكون واضح تماما لحضراتكم، لكن يبقى دائما وأبدا كلام كثير مهم بعظمة لسانه. محتاج أقول أنا موجود. الأهلي بكل ما يفعل وبكل ما يحقق من بطولات بينافس بيها ريال مدريد وبيحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا سنتين مرتين ورا بعض تقريبا في سنة ميلادية واحدة. الأهلي اللي ألقابه خلته بطل أبطال القارة، ما بحبش كلمة سيد أسياد القارة، مفيش سيد في الكورة ولا في الرياضة، لكن هو بطل الأبطال. هاتولي كل أبطال أفريقيا الأهلي بطل عليهم.
دوري ابطال افريقيا هي المسابقه الاكبر. اذا كان الدوري مهم فالاهلي صاحب ل 42 لقب فيه، لكن دوري ابطال افريقيا او اي بطوله قاريه تبقى دائما وابدا هي الاهم، هي الاقوى، بوصفه انها تشمل عدد من الابطال. حاجه يعني احنا نضطر نشرح هذا الكلام، يعني شيء غريب جدا يعني. صحيح، لكن الاغرب منه الحقيقه ان البعض حتى في قناه نادي الزمالك الشقيقه يتناول صفقات النادي الاهلي، دي الغريبه. ما اعتقدش ابدا ان انتم شفتونا هنا في قناه الاهلي سواء في ملك وكتابه او في اي برنامج مشغولين ومهمومين بتقييم صفقات اي نادي منافس. كل الانديه لها تقدير وليها الحق في انها تشتغل وفقا لرؤيتها ووفقا لظروفها ووفقا لامكاناتها ووفقا لما تراه. فعمره ما كان من شأننا ان احنا نتحدث بشكل او باخر عن تدعيمات او صفقات او لاعب الفرق المنافسه. عشان كده كان الامر ده غريب شويه. في الاعلان السريع بيبقى ليه هدف برضه. اه طبعا. بص يا كابتن، يعني هدف معروف واضح. اعلان سريع عن صفقات بيبقى ليه هدف معين. احنا عارفين الصفقات واضح ومعروف الهدف. الهدف واضح جدا للناس كلها طبعا. انا عاوز اقول اتفضل. خليه يخلص. هو الهدف واضح وصريح وكلنا عارفين الاهلي اعلن ليه في التوقيت ده. طبعا هو راجل خسر بطوله فبالتالي عايز يقول انا موجود فيعلن عن صفقات جديده. حتى في صفقات عند النادي الاهلي مع كامل احترامنا ليها وطبعا مع كامل احترامنا لافكارهم وفكرهم اللي هم بيختاروا من خلاله، لكن في صفقات انا شايف ان الناس اللي مشيت احسن من اللي جت. انا وجهه نظري يعني قد اكون محق او مخطئ يعني، لكن في النهايه هو حب يعلن بسرعه وكلنا عارفين الهدف من اعلانه بسرعه عشان يفسد فرحه الاخرين. لا بسم الله ما شاء الله عليك بصراحه، قد تكون مخطئ. انت بتخطئ يا راجل يا طيب، انت يا راجل يا طيب يعني بتنصح النادي الاهلي بتخش في نواياه ومين احسن ومين اوعى، يعني شيء مش مفهوم ابدا ان يبقى ده حوار في قناه نادي منافس على صفقات نادي اخر. يا اخي ده انت بتبقى بتنافسني في الصفقات زي صفقة مثلا عنتر من كام سنة. للوقت الأخير هو كان حريص ياخده. لا طلعنا قلنا له خدته ليه؟ ولا أنت واخده عشان تضايقني؟ ولا اعمل ولا راح فين؟ هو أنت لما هو أنت فاهم إن إحنا بنعمل صفقات علشان نبوظ فرحتك فبندفع الملايين دي ونجيب لعيبة مالهاش لازمة؟ لا والأنكت بنمشي لعيبة أحسن كل لعيبتنا كويسة، أي لعيب في النادي الأهلي هتعيره هو على فرز أول. طبعا ما جبناه ليه قبل كده. لكن هي مساله احتياجات وظروف وبتطلع ناس تاخد خبرات وبعدين تشوفها وترجعها وانت بتعمل كده وانا بعمل كده وناس كده. لكن انك انت تمعن التفكير ومشغول قوي في هو ما فيش حاجه عاجباكوا؟ ما فيش حاجه عاجباكوا طول النهار الاهلي بيعمل كده ليه؟ عشان ابوظ فرحتك. انا ابوظ فرحتك ليه؟ ان انا اولا الاعلان يا استاذ ابراهيم عن صفقاتنا ده محدد من انتهاء الموسم. لا من زمان لما كانت تطلع الاشاعات كان بيطلع امير توفيق هنعلن في بعد انتهاء الموسم. فورا انتهاء الموسم هنعلن. وده منطقي. صحيح. ده توقيت ملوش علاقه بيك وانت مش في دماغنا يا استاذ عمرو. وانت وغيرك ان احنا نعمل كل التفصيله دي عشان في الاخر تطلع تحلل كيف يفكر الاهلي. كيف يفكر الاهلي مساله تخص الاهلي. كيف يفكر الزمالك مساله تخص زمالك. وانت من مسؤوليتك انك تحلل كيف يفكر زمالك عشان تشرح لجماهيره ليه انا متاخر. عندك اسبابك 100%، ويجوز هتعمل صفقات. وعلى فكره باستمرار الزمالك بيعلن بعد الاهلي، ربما بيلاقي ان دي فرصه اسهل عشان لو انا وهم داخلين في صفقه ما نتنافسش او نعليها. نوع من انواع التفكير، هو حر كل له تفكيره. لكن مشغول قوي بالاهلي، خليك مشغول. هقول لك ايه، ما هو انت تتشغل بيا مش هتعمل هوم ورك بتاعك على طول كده. لو هتتشغل بيا تتشغل بنفسك، خليك مشغول بيا وما تعملش واجبك. انا اعمل لك ايه يعني؟ اعتقد كان واضح جدا الاهلي بيعلن علشان الموسم انتهى وعشان دي لعيبه انتهى ارتباطها بانديتها وبالتالي لازم تيجي. ما بيفكرش في حد تاني.
يعني بيرسي تاو لما يوصل الاهلي لاتفاق مع برايتون الانجليزي فيبدا النادي الانجليزي هيخرجه قبل ما السيستم يقفل. طيب ما هو ده ارتباطا بمواعيد وكذلك بقيه اللعيبه، الموسم انتهى. لكن تفتكروا الاهلي كان متضايق قوي انه الزمالك خد الدوري فعايز يفسد فرحته؟ طب يعني يفسد فرحته ليه؟ بيرسي تاو ده لما السيستم خلاص قفل واتبعتت الشهاده الدوليه هيعرف الاهلي يخبيها دي؟ يعني اعتقد دي مساله لا ليها علاقه بانه في فريق كسب بطوله او في تفكير صغير انه نفسد الفرحه. ليه تفسد الفرحه؟ وبعدين انت اصلا الاهلي محتاج، واذا كان تفكيرك في الاهلي يفسد فرحتك ده انت اللي عامل في نفسك كده مش احنا يعني. ما صحيح. لكن هو اصلا هو الاهلي ما فرحش بالدوري ليه؟ ليه ما خدش الدوري؟ ايه السبب ان الاهلي ما خدش الدوري؟ نشوف الكابتن عبد الظاهر السقا. كانت المنظومة الدفاعية عند النادي الأهلي في آخر 8 ماتشات اللي هو آخر السباق اللي هو آخر ال 100 متر في السباق كانوا أولاً مش مركزين. وخلي بالك أنا هجيب لك السبب الحقيقي، هو التركيز ما بيجيش ليه؟ التركيز ما بيجيش للعيب من الإجهاد. من الإجهاد. أول ما بتفقد اللياقة البدنية اللي عندك أنت بتروح بتفقد التركيز، فبالتالي هتشوف كل الأجوان جاية في الشوط الثاني وفي آخر دقيقة في الدقيقة بعد الدقيقة 80 بكل الدقائق دي بتدل إن بيجي لحظة من اللحظات إن أنت عاوز بس مش قادر. وده الإجهاد اللي إحنا عارفينه، لأن مفيش حد أنا أظن إن إحنا مرينا بسنة هي مش موجودة في العالم خالص تماما، خاصة النادي الأهلي. النادي الأهلي بس مش بيلعب في الدوري بس يا تامر. النادي الاهلي ما بيلعبش في الدوري بس، النادي الاهلي بيلعب في الدوري، دوري كاس، بيلعب ابطال، بيلعب. طب السؤال الاهم قبل ما اروح الفصل، هل الدوري المصري وتحديدا اللاعب المصري هل بيترقى بعد يعني الاهلي حقق بطوله الكاس ثم السوبر ثم افريقيا التاسعه ثم افريقيا العاشره ثم السوبر واللعب في الدوري، هل اللاعب بيجي في الاخر بيفقد الرغبه بعد 12 11 شهر بيلعب فيهم كوره؟ لا 11 شهر بياخد بطولات. تمام. يعني يجي بقى في البطوله الاخيره مش قادر خلاص، خلي بالك انت بتقاوم، وصل الاكتفاء انت بتقاوم. لكن النادي الاهلي عنده بطوله الدوري دي، ده شيء تاني تماما. يعني ما انا شايف ان هو كان مركز قوي في بطوله افريقيا في التاسعه والعاشره، كان مركز فيهم جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان ده خد من تركيزه بشكل كبير جدا، وده تصنيف عالمي عشان يتنقل النادي الاهلي من نادي يعتبر من مصر او محلي لنادي دولي ونادي الشرق الاوسط وتصنيف عالمي، عشان كده خد البطوله مرتين. لا. التصنيف ده خلاه في حته تانية. شوف عندما يتحدث الكابتن عبد الظاهر السقا لماذا فقد الدفاع الاهلي صلاباته في العشر محطات الاخيره الحاسمه يستمع اليه، لانه بيقول لك المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي والمنظومه بقى بقتش لعيب، بقت المنطقة دي باللي بيحيط بيها من أول الهجوم. لكن الأساليب الدفاعية، وسائل الضغط، وسائل التغطية، عملية الترحيل، الكلام ده مسائل تفاصيل رفيعة جدا محتاجة لأعلى درجة من اللياقة البدنية والتركيز والتفاهم. فلما يجي واحد من أبرز عناصر المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر في التاريخ الحديث يتحدث، لا نسمع له، لانه الحقيقه لمس كل الكلام الواقعي اللي كنا بنقوله وكان الناس فاكراه مبررات. الارهاق الشديد والاجهاد الشديد يعني تراجع بدني، يعني تراجع بدني وتراجع ذهني. ممكن جدا زي سؤال الذكي اللي اتسال، هو كتر البطولات بيؤدي الى نوع من الترهل والتشبع؟ طبعا مهما قلت للناس، بس فيها جزء، لكن الجزء الاكثر مؤكد هيكون الاسباب اللي قالها الكابتن عبد الظاهر السقا. ولما قال لهم يعني ما تشوفوا الاهلي لعب فين، ده لعب كذا وكذا وكذا، بالاضافه الى استمراره في البطولات الافريقيه وتاهله كاس العالم انديه والقتال اللي بذله. يا جماعه ده ليفربول عشان كسب الدوري، كسب افريقيا وبعدين كسب الدوري اوروبا. ما قدرش يكمل على نفس الصلابه ونفس الحوافز ونفس اللياقه ونفس حاجات كتير جدا. فالعالم كله بيعترف بالعلم، والعلم بيقول هذا الكلام. ايوه
الاخطاء الساذجه اللي تعرضنا لها وجزء من الارهاق الذهني مؤكد. بالظبط. ممكن جدا، ممكن جدا يبقى في نوع من الاخطاء التي كان لا ينبغي ان نقع فيها، لكن ايضا لو انت بكامل تركيزك عمرك ما كنت هتتصرف كده. وزي اي حاجه مفيش حاجه ليها سبب واحد. ايوه. كل الاسباب تداخلت واجتمعت وليها تاثير بنسبه. التحكيم كان له تاثير بنسبه كبيره. 15 بونت قلناه لكم حتى في وجود الفار. معظم الحاجات حتى في وجود الفار، حتى في وجود طارق مجدي. لا مش يعني حتى ده بسبب وجود الفار. بسبب وجود الفار يعني شفت التاثير والتغيير اللي احنا ما قلناهوش، اللي قالوه خبراء التحكيم الكابتن الشناوي والكابتن سمير عثمان. ولما يبقى الشيء عايز يفسره بعكسه. استاذ خالد طالع كان في له فيديو كده بيقول ان الفار انصف الزمالك. لا، الفار ظلم الاهلي. بالظبط. الفار ومش براينا، ما احنا راجعنا لكم ال 15 نقطه اللي التحكيم اثر فيها بشكل مباشر وافقدها من الاهلي، لكن زي ما قلت لك مفيش حاجه ليها سبب واحد. التحكيم كان له جزء كبير جدا من المسؤوليه. انت تعرف يا استاذ ابراهيم حاله الاجهاد البدني والذهني الشديده قوي على اللعيبه، ضغط المباريات في توقيت ضيق جدا. دي نقطة مهمة. عشان تتحمل أخطاء الفار لازم تبقى في أحسن حالاتك. بالظبط. فلما تكون مش في أحسن حالاتك لا، الأخطاء تبقى مؤثرة لما تكون متكررة. صحيح. ولما يكون أنت محطوط لك هذا النظام وعارفين إن أنت هيحصل فيك كده، لا. عشان كده كان سعي الأهلي لعلاج الأخطاء، الأهلي ضيع فرص مش طبيعية. من الناحية الفنية عدد الفرص اللي ضاعت في مباريات غير طبيعية. عشان كده كان حرص الأهلي على تدعيم فريقه بقوة هجومية مضافة. كواليسها إيه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة برضو من الوسط الرياضي والناس مشغولة قوي بالصفقات والمفاوضات والأهلي جاب مين والنادي الفلاني بيتعامل مع الأهلي كويس والنادي التاني ما بيتعاملش كويس، وهتلاقوا حوادث وكواليس كتيرة أو اجتهادات كتيرة. لكن من ضمن الألفاظ الدارجة أصله في شلة الغردقة. إيه شلة الغردقة؟ في ناس أصحاب، كل أصدقاء بيطلعوا يتفسحوا مع بعض في أي مكان. ليه لما يلتقي المهندس فرج عامر مع الكابتن محمود الخطيب مع الدكتور حسن مصطفى مع الكابتن حسن حمدي وحتى مع الكابتن احمد حسام ميدو يبقى في كلام اصله شله الغردقه؟ لامتى هيفضل تفكيرنا صغير للدرجه دي؟ نشوف المهندس محمد فرج عامر وهو بيتكلم للاستاذ احمد موسى عن فكره شله الغردقه. ما ينفعش الحلقه دي تخلص غير لما نتكلم على الغردقه وعلى كابتن حسن مصطفى، كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي وحضرتك والاعلام بيطلق على شله الغردقه. الصوره اللي قدامنا عايز تعلق عليها، الصوره اللي هتشوفها حضرتك علق لنا على هذه الصوره، اتفضل. اول حاجه طبعا دي صوره تلقائيه. طبعا الدكتور حسن مصطفى طبعا نعم راجل طبعا عالمي. كابتن حسن مصطفى طبعا حسن حمدي كابتن حسن سوري انا اسف طبعا الدكتور حسن مصطفى زي ما قلت لسيادتك نعم يعني طبعا اهم شخصيه عربيه وافريقيه في تاريخ الرياضه. طبعا ما فيش حد وصل الى المنصب اللي هو وصل اليه، رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد 6 مرات منهم 3 بالتزكيه الاخيره دي فطبعا ده حاجه لن تتكرر. اسمه محترم صراحه. لن تتكرر قامه رياضيه كبيره جدا جدا. وبالمناسبه يعني هو مثلي الاعلى طول عمري بصراحه يعني عشان اقول لك كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبعا ده استاذ الاساتذه يعني ده هو اللي عمل الطفره في نمو الموارد الرياضيه وعمل طفره عملاقه في الاهرام وعمل طفره عملاقه في النادي الاهلي. ودايما انا اقول ان هو احسن رئيس نادي في التاريخ. دايما انا اقول لك الكابتن حسن حمدي ده عمل كده. وهو راجل منضبط جدا وشخصيه لذيذه جدا. فالواحد طبعا يفتخر يكون كده. طبعا الكابتن محمود الخطيب ده بقى اسطوره طبعا. مش عايزه كلام. راجل قمه في الادب وقمه في الاخلاق وقمه في الالتزام. محترم قليل الكلام، بيحب مصر، بيحب الاهلي. ربنا موفقه بشكل كبير قوي قوي قوي. صحيح. ناجح جدا، طموح جدا.
حريص وحريص بس زي حريص كتير. حريص حريص حلو الحريص وانا بقى العبد لله الغلبان يعني بس فطبعا انا بتتجمعوا كتير مع بعض مش كتير قوي يعني مش قوي. كتير قوي بس بنتجمع مين فيهم حريف ماهر في الصيد والله بص نسب متفاوته هو كابتن محمود الخطيب مغرم بالصيد قوي 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 طبعا قفشات الدكتور حسن طبعا جامد قوي وبعدين الكابتن حسن حمدي يقول لك انا ياما كنت يعني زمان قوي لما كان بيطلع يصطاد كان بيصطاد اكبر سمكه قد فطبعا دلوقتي. الحوار لا يخلو من الظرف والكلام اللطيف والكلام اللذيذ وبعدين حضرتك لما تقعد مع ناس شيك وناس راقية وناس محترمة هنا بقى أخونا بقى العزيز بقى إيه جمال بيه الجرحي هو هنا بقى جمال بيه الجرحي بقى ده شيخ العرب بقى يعني راجل دامس الخلق جدا محترم جدا مؤدب هو اللي بيجمع الحبايب هو دايما راجل معطاء يعني ميدو مره انضم لكم او كان معاه هنا بقى ناقص كمان حسام ميدو بيجي بقى الحاج خميس بقى الغنيمي اخونا العزيز برضو راجل لذيذ جدا 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 احكي لك الواقعه احنا كنا في سوما بي ووصلنا سوما بي جينا وصلنا في سوما بي اتفاجئنا لقينا الباب اتفتح ودخل ميدو راجل لطيف جدا وراح بايس دماغ الكابتن محمود الخطيب وباس وكده وقال ايه يلا يا جماعه ميدو فتح الباب وباس دماغ الكابتن أيوة الخطيب ايوه حصل ايوه حصل وقال له ايه يا اسطوره انا بحبك الكلام بقى الكلام اللذيذ قوي ده وكلنا طبعا اتفاجئنا هو برضه عايز اقول لك حاجه يعني ميدو ده شاب لطيف جدا شاب لطيف وراجل يعني عنده منطق كده فالمهم قال ايه طب ممكن اتصور يلا تعالوا نتصور معاك ممكن اتصور واحنا طالعين واقفين بره مفيش الا هو في ثانيه لقينا خمسه وعنده مركب خمسه نطوا من المركب قعدوا قدامنا وراح هو حاطط ايده على كتف الكابتن ديبو لا مش كابتن حسن حمدي وتصور كده ورحنا متصورين وطلع دي الصوره دي استنى هي دي بالظبط ايوه المهم هي دي الصوره بص اهو اما انا بعد ما طلع قلت له يا كابتن ما كنتش عارف ان ميدو قريبك يا كابتن قال لي قريبي لا مش قريبي انا اعرفه ده بتقول لمين بقول للكابتن حسن حمد قلت له طب يا كابتن ده حاطط ايده على كتف سيادتك وبتاع قال لي لا ده مش قريبي انا احنا بنتصور صوره عاديه المهم خمس دقايق وميدو مشي وبعد 10 دقايق لقينا ميدو جه فكابتن الخطيب قاعد برضه مش عارفين ان هو جاي راح هو عامل كده وراح قاعد على رجله وراح متصور صوره هو كابتن محمود الخطيب بعد كده لقينا بقى الدنيا بقى بتتكلم في هذا في هذا اللقاء لكن والله العظيم حاجه فعلا مهمومين بكل تصرف الشوشره صدقني هي شوشره هو شلة الغردقة دي اتكونت امبارح دي بقى لها 30 سنة ولا 20 سنة أصدقاء ماشي هم عايزين يقولوا أصدقاء بيتبادلوا المصالح لصالح النادي الأهلي خلاص ما هو مش أصدقاء هي المسألة مش كده هو عايز يوصلها لحاجة البهوات اللي النهاردة هم أذكى الناس كلها اكتشفوا كل المسائل دي واللي بيخطط لهم ويديهم الكلام ده شوشروا فيدي شوية خلاص كل ما يحصل حاجه شوشره فيدي شويه طيب الحاج فرج عامر او المهندس فرج عامر ده عمده من عمد اسكندريه بيته مفتوح للجميع يعني انا كنت في فتره من الفترات لما بروح عشان اتكلم عن حاجه تخص النادي الاهلي ولا بتاع بتلاقي عنده كل اهم رجال الاعمال والشخصيات الادبيه والفنيه والرياضيه ومن ضمنهم ناس زملكاويه طب قول لي لما اللي هو علاقته كده بالنادي الاهلي وشله وبيعمل اللي تطلبه الشله على راسه من فوق امال مين اللي ادالهم اهم لعبتهم في الزمالك؟ الزمالك انا كنت طرف في المفاوضات دي كان المهندس محمود طاهر في بيعمل عمره والزمالك بيتفاوض على طارق حامد وانا بكلم المهندس محمود طاهر برجع ارد على المهندس فرج عامر وكل ما يقول سبعه نقول له حاضر في الاخر خالص قال ثمانيه عشان انا جاي لي ثمانيه فالمهندس محمود طاهر قال لا انا مش هقدر امشي بالطريقه دي كان مين فيهم؟ ايه؟ كان طارق حامد طارق حامد لا وكل هو الزمالك خد طارق حامد بس وياسر وابراهيم عبد الخالق وابراهيم عبد الخالق
لا ياسر ابراهيم كان هناك وجي الاهلي. لا راح عرى من الزمالك وبعدين خده هو من الزمالك وبعدين جه الاهلي، بس الزمالك طلبه. ايوه طلبه واسترده. ايوه اللي عايز اقوله هي دي، ده شطاره المهندس فرج عامر انه يقدر ياخد مصلحه ناديه من كل قاعده، حتى الصفقه الاخرانيه اللي هي الناس بتقول لك حسام حسن ما هو اللاعب له راي، وبدأ من المهندس فرج عامر قاس المصلحة في الآخر. طب ما تشوف خد مين إعراض في الآخر وبياخد إعراض شكلها إيه، راجل بيشتغل لصالح فرقته بس، ده رجل أعمال. الصداقة ليها قيمتها، لكن رجل أعمال وبيحترم الناس كلها، فاللي عايز يفسرها هو حر. مش كل ما تيجي صفقة ما تاخدهاش يبقى لازم وراها سبب خبيث يا عيني، يعني انت شلة الغردقة. ده المصطلح الجديد اللي هيمشي يشفشروا بيه على حاجات قادمة. طيب لكن على التحكيم بقى، واللي سموحة عناه من التحكيم طوال الموسم، رأي المهندس فرج عامر فيه ايه؟ سأله الأستاذ أحمد موسى. نشوف. ساعات بتحصل حاجات غريبة جدا، ساعات حكم بتجد في مباراتين متتاليتين بيتخذ قرارين عكس بعض. ساعات حكم ينادوا عليه في الفار ما يردش، وساعات حكم ينادوا عليه في الفار يروح. بتحصل مش كتير لكن بتحصل، ومحدش يقدر ينكر كده ابدا ابدا ابدا. فساعات بقى بيبقى تحت ضغوط معينه، تحت ضغط حاجات معينه، لكن ده موجود. مش انا مش عايز اقول له حاله سائده، لكن موجود. واحنا تعرضنا لذلك. واضرب لك مثال، انا كنت بلعب نادي بيراميدز، والكابتن اكرامي جاب الكره من نص الجون من جوه خالص بمترين من بعد الخط، بمترين دخلت وصلت الشبكه بمترين ورا. وما حسبوهاش هدف. قال لك اصل احنا نسينا، يمكن الفار ما شافهاش. قال لك اصل احنا جايز الفار ما شافش، نسينا نشتري خط المرمى. وفي ماتش تاني ظهر خط المرمى. يعني ايه نسيوا يشتروا خط المرمى؟ قالوا كده حصل. واحكي لك احداث ثانيه كتير حصل، ده قصة معروفة في الدور الأول. جابها من نص المرمى من جوه خالص، ما اتحسبتش. خدت بس جول الحكم. هو خط المرمى ده بيشتروه؟ قال لي يعني في الفار ما جابوش معاهم ايه؟ اللي تبين خط اللي يبين خط المرمى. حصلت وأحداث ثانية كتير. واقتنعت حضرتك بالكلام ده؟ ما اقتنعتش. بس لا حياة الا من تنادي. يعني بعد إذنك لا حياة الا من تنادي، هم ما بيردوش علينا. دي واقعة من الوقائع. طب وفي واقع تانية كتير معايا أو مع غيري حصل. حصلت زي آخر مباراة، بقول لك الحكم جاي لا معاه فار ولا معاه سماعات، وحكم يعني مع الاحترام له طبعا ربنا يوفقه، اول مره يحكم في الدوري الممتاز ومعهوش اي امكانيات باي حاجه، والمقاصه فرقه كبيره بس بتلعبنا بفريق 2001 ناشئين ومغلوبين 10 مباريات قبلنا ونازلين مستسلمين خالص، وحاجه بقى يعني لنا 5 بنالتي سمك لبن تمريضي، هتطلع متعادل، هتطلع رابع من قبل ما نروح الماتش وانا عارفين هترسي رابع. هو الحاج فرج طبعا يعني الحقيقه سموحه بشكل عام اتظلم، الظروف ظلمته كمان، ان هو يحقق هذا المركز وهذه المكانه وما يقدرش يلعب في افريقيا. فطبعا كان يوم يعني لو ماتش ما كان ماتش، لو كان كسب الماتش ده يوميها كان قدر، هو اللي كان اسمه هيروح افريقيا. نظام ظلمه، بيعدد طبعا حوادث الظلم اللي بيتعرض لها بقاله كام سنه، مرتين في كاس مصر، والسنه دي احنا بنقول الفار اذا اراد ان يكون عادلا يبقى لازم يعرض اللقطات كلها، لازم معياره يكون واحد، اخطائه ما تكونش في اتجاه واحد، وبعدين كلمني على الفار بعدين. طيب لما حبينا نقف عند اخطاء المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي سمعنا راي الكابتن عبد الظاهر الساقه. طب لو عايزين نتكلم على القوه الهجوميه للنادي الاهلي، النادي الاهلي فيه محمد شريف ودعم صفوف مركز راس الحربه بحسام حسن، والاثنين قوه هجوميه عاليه جدا. اللي قيمهم راس حربه اخر من زمن او من عصر سابق، كابتن خالد عيد مهاجم منتخب مصر وغزل المحله والمدير الفني لغزل المحلة لغاية الأسبوع اللي فات. نشوف رأيه في مهاجمي الأهلي. نشوف مين أفضل فروت في مصر دلوقتي يا كابتن خالد؟ حاليا أنا شايف محمد شريف. محمد شريف.
ومين الاسماء الواعده، مين الفراوده المميزين الواعدين الصغيرين انت شايف ان دول على المدى البعيد هيبقوا؟ انا هقول لك يعني على حاجه ممكن تقول لي، بص لك حاجه، انا بحب حسام حسن جدا اللي راح الاهلي. حسام كنت انا اتملي ايه يعني، اتكلم اقول ده ما بيروحش منتخب ليه؟ وده لازم يلعب يروح منتخب. ما شاء الله حسام عنده امكانيات كويسه جدا، سواء بيلعب بدماغه او بيلعب برجله الاثنين كويس جدا، بيفرق في كل جول وقوي وكل حاجه. انت كمدرب تحب النوعيه دي؟ هو طبعا يعني كراس حربة شايف شريف خلاص، ما هو حاسمها، ده هداف الدوري واتلغى له 3 4 تجوان صحيحه، زائد انه ما لعبش كل الماتشات يعني، سواء بسبب الاصابه او بسبب في بدايه الموسم ما كانش الاستعانه بيه اساسيه كاساسي يعني. فهو كان ممكن يحقق ارقام ما حدش يقدر يقرب منه فيها، لكن نجح في الاخر انه يوصل لرقم مهم جدا 21 جون، يعني رقم سنين لم ما حدش وصل له. كمان بيشيد بكابتن حسام حسن اللي هو يعني المنتقل للنادي الاهلي، النجم اللي بنعول عليه كثيرا يعني. طيب الزميل ابراهيم عبد الجواد بقى شاف صفقات الاهلي كلها على بعضها ازاي؟ نشوف صفقات النادي الاهلي عشان الواحد يكون يرصد الموضوع بشكل فني محق وموضوعي. صفقات كلها جيده جدا، يعني انت تتكلم على حسام حسن، واحد من اهم فراوده مصر الفتره اللي فاتت بلا جدال، وكان يستحق ان هو يكون موجود في احد قطبي الكره المصريه بلا جدال، سواء الاهلي او الزمالك. ان انت تلاقي لعيب مع الداخليه مع سموحه مع منتخب مصر بيكون موجود، وان انت تنضم لمنتخب مصر من بره الاهلي والزمالك، دي حاجه مش سهله، دي حاجه مش سهله خالص. وان انت تكون بتحافظ على مستواك في سموحه، وتحافظ على مستواك في الداخليه، وتكون هداف، وتكون موجود وفارض نفسك على مدار سنوات كتيره ومتتاليه، دي مش حاجه سهله تماما، مش حاجه سهله تماما. فتتكلم واحد من اهم فراوده مصر. اتكلم على بيرسي تاو، لسه كنت بقول لحضراتكم اي حد يخش بس يكتب بيرسي تاو وهتلاقي حضرتك يعني ما لذ وما طاب، يعني كم ماتيريال هايل لبيرسي تاو في صفقه مميزه جدا وامكانيات مميزه جدا. تخش على ميكيسوني كلنا شفناه مع سيمبا، لعيب هايل جدا، خامه هايله جدا، يتبقى التوفيق مع النادي الاهلي، لكنه لعيب واعد جدا، خامه مميزه جدا، ولعيبه عندها خبرات، سواء حسام حسن خبرات مع سموحه مع الداخليه مع منتخب مصر حتى في التجمعات حتى لو ما كانش بيشارك كتير. نفس القصه بيرسي تاو، مجرد وجودك في البريمير ليج دي حاجه يعني، ما بالك بقى لو انت بتلعب حتى لو على فترات بعيده او بتشارك بشكل قليل. ميكيسوني نفس القصه، عنده خبرات في البطوله الافريقيه مع سيمبا التنزاني، واحد من اكبر الفرق الافريقيه. كريم فؤاد واحد من المواهب الواعده، واحد من عناصر اللي كانت مهمه جدا مع كابتن شوقي غريب في المنتخبنا الاولمبي، لعيب مهم جدا، ورقه مهمه جدا لكل المدير الفنيين. اي مدير فني يبسط ويحلم ويبقى مبسوط انه يكون عنده خامه زي كريم فؤاد طيعه يقدر يلعب بيها في اي مركز، يعني زي احمد توفيق، زي اكرم توفيق كده. شفت اكرم توفيق جاب من الهاف ديفندر راح باك يمين، يعني محدش كان متوقع التألق الرهيب اللي فيه اكرم توفيق في مركز الباك اليمين ده. مش ادى بس، يعني مش بس ادى، لا ده ادى وتألق، يعني صعب المهمه على اي حد بيلعب في مركز الباك اليمين في مصر كلها. كل الناس قالت ازاي ده اكتشاف، ده ما فيش حد تألق السنه دي في مركز الباك اليمين بالشكل اللي تألق بيه اكرم توفيق، مع انه لعب فتره قليله جدا في المركز ده. فاي مدير فني يحلم ويتمنى ويتبسط انه يكون عنده خامه زي كريم فؤاد، يلعب باك يمين، يلعب باك شمال، يلعب هاف رايت، يلعب هاف ليفت، يبقى طيع، مع كمان ان سنه صغير فيقدر يتعامل معاه المدير الفني بشكل جيد جدا. فالحقيقه صفقات النادي الاهلي حتى الان صفقات مميزه جدا جدا جدا. طيب الكابتن ابراهيم عبد الجواد برؤيه تحليليه قيم الصفقات الجديده. احنا يعني كنا حريصين نجيبها وحريصين نجيب راي الاستاذ عمرو الدرديري عشان دي تجاوب على ده. هو النادي الاهلي بيعلن عن صفقاته وجايبها عشان بس يشوشر على البطوله رغم انه مش محتاج لهم ومشى؟ يعني ارجو ان احيل هذه الاجابه الى الاستاذ عمرو الدرديري ربنا يهديه. طب
يبقى الإشادة بمحمد شريف. محمد شريف ده موسم استثنائي، هداف الدوري، وواحد من اللعيبة لما أخذوا الفرصة وشارك كأساسي راح منتخب مصر. الحقيقة مجموعة من الأهداف الممتعة، وكمان التقرير فيه ذكاء لأنه جاب لك أهدافه هو في دجلة وأهدافه هو في إمبي، فشفنا أنه مش هداف الصدفة، ده هداف القدرة. يعني الإجوان اللي جابها وهو طالع هو اللي بيكررها دلوقتي، وأضاف إليها أهداف بضربات الرأس. الإجوان اللي جابها مع إمبي جايب الموسم الماضي 14 جون، الموسم ده 21 جون في الدوري، مش أهداف صدفة. هو هداف كويس وبيتطور، يبعد عنه شر الإصابة وشر نفسه. اوعى حد يلعب في ودنك ويقول لك كفاية كده، أو إن أنت بقيت حاجة ما حصلتش. عشان تكون حاجة ما حصلتش إنك تتحدى نفسك باستمرار. كمان الدوري السنة دي الحقيقة شاف مجموعة من اللعيبة اللي طورت نفسها وتفوقت على نفسها. كان واحد منهم برغم الظروف الصعبة اللي كان فيها نادي أسوان ونتائجه وظروفه، إلا أنه عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وواحد من أبناء الأهلي النابهين، كان واحد من نجوم الدوري تاريخي اللي تألقوا مع أسوان برغم ظروف أسوان. عمرو الحلواني من باب الوفاء للأهلي الكلام طيب. والحمد لله صعدت الفريق الأول مع مستر مانويل جوزيه أنا وحسام عاشور، كان عندي حوالي 18 سنة. كان حدث لما مستر مانويل جوزيه يجيب اتنين ناشئين في النادي الاهلي طلعهم فريق اول، ده كانت حاجه أيوة. عمرها ما حصلت. فلما طلعت برضو كان في شويه لعيبه تقال قوي يا كابتن ابراهيم، لعيبه تقيله جدا يعني، يعني كان شرف ليا ان انا اتمرن معاهم، وكمان الجيل ده كان جيل عظيم يعني. فكان انا حظي جيل استثنائي في تاريخ النادي الاهلي، فكان انا حظي النادي الاهلي انا البوزيشن بتاعي كان باك ليفت، فكان في عبد الوهاب الله يرحمه، كان في جيلبرتو، وكان في ابو مسلم، كان في محمد عماره، كان محمد عماره، كان في شويه لعيبه تقال قوي، وجالنا طارق سعيد، فانا كنت ساعتها صغير قوي. فهي هو حظي اللي انا طلعت على جيل كلهم لعيبه تقيله قوي، فهو ده كان حظي بس مش اكتر ولا حاجه. تاخد الفرصه صعب، صعب، كان صعب جدا تاخد الفرصه. حسام عاشور خد الفرصه عشان ساعتها كان البوزيشن بتاع حسام ما كانش كتير في بدا يفضل، فهو لعب وثبت نفسه ولعب وكمل يعني. بس اما انا كنت بتعب جدا والله وانا صغير، بدليل اللي كان مستر مانويل جوزيه خدني وانا عندي 18 سنه دون على لعيبه كتير انا وحسام عاشور. مشيت ازاي؟ كان عندنا كاس عالم 2005، لعبت في كاس العالم في هولندا، وكيل يوناني كان هناك وكابتن احمد سويلم اتفرجوا عليا، فكلموني قالوا لي في نادي في اليونان عايز لعيب البوزيشن بتاعك. فكابتن احمد سويلم بيقول لي تروح تعمل اختبارات، قلت له اروح اعمل اختبارات. حتى ساعتها استغرب، قال لي يعني انت بتلعب في النادي الاهلي فرقه وتروح في اختبارات في اليونان؟ قلت له اروح اعمل اختبارات، ايه المشكله؟ ما عندكش مشكله، انا طالما انت واثق من نفسك وتشتغل وعارف اللي ليك واللي عليك ما عنديش مشكله. والنادي الاهلي كمان وانا صغير، رحت النادي الاهلي هيما وانا عندي 10 سنين يعني، لعبت في النادي الاهلي 10 سنين صغير وانا صغير قوي يعني، فتربيت على اللي ليك واللي عليك وعارف الجو البروفيشنال بالظبط يعني. تربيه الاهلي فرقه جدا 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 بصراحه يعني. فقال لي خلاص ماشي ظبط لي الورق ورحت. كانوا المفروض يعملوا اختبارات 10 ايام، فانا رحت الاختبارات في اليونان قعدت 3 ايام بس هيما، ومكلمه كابتن احمد سويلم قال له تعالى عشان تمضي معانا. حتى ساعتها كابتن احمد سويلم انا فاكر كلمني قال لي انت عملت ايه؟ قلت له مش قلت لك يا كابتن احمد لو رحت مش راجع ان شاء الله الرحمن يعني هعمل ماتشات كويسه. فرحت مضيت معاهم، وساعتها كابتن عادل كيه بصراحه كان يعني كان في ناس ساعتها في النادي ما كانتش موافقه انك تخرج الا انا اخرج. طيب كابتن عمرو الحلواني الحقيقه واحد من اللعيبه الموهوبين جدا، وهو كان في منتخبات الناشئين كان رقم واحد وكان مشهور جدا جدا. حظه انه جه في جيل متخم بالنجوم وخصوصا ناحيه الشمال، وهو قال يعني لما 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 يقول بس ناس يقول جيلبرتو كمان يعني تخيل جيلبرتو ومحمد عماره و عبد الوهاب وسيد معوض لا ده بعد كده سيد معوض ومحمد عبد الوهاب يعني حقيقه طلع لقى منافسه كانت صعبه جدا جدا عليه. طبعا احمد سويلم ده جه زي ما عمل مع احمد مجدي وخدوا اليونان، وكان جاي ياخد له كذا لعيب من النادي الاهلي ويروح بيهم من اليونان. انا كنت من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها هو وربنا يديله الصحه مؤمن زكريا، والاثنين قلت لهم نفس النصيحه، وعدكم في الاهلي وخروجكم الاهلي اعاره وبعدين ترجعوا احسن حل ليكم. الظروف بقى ما سمحتش، لكن هو نموذج حتى محترم
الموسم اللي لعبه السنه دي يا استاذ ابراهيم استثنائي. يعني واحد من افضل الباكات ليفت في الدوري المصري. صحيح. لم يكن افضلهم يعني. صحيح. على العموم نتمنى له خير في مواقدهم، راجل بيحب النادي الاهلي ومحترم جدا جدا. فاصل ثم الى الفقره المنيره، اتفضل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي، طالما انه ابنائه واجياله عبر كل العصور بيقعد درس جيدا وبيحفظوا التاريخ كويس وبيحافظوا على الكود الاخلاقي اللي ميز النادي الاهلي في تاريخه واللي خلى في تاريخه دائما وابدا هناك الكثير من الشموع الحمراء التي اضاءت تاريخ الاهلي ومسيرته وحددت مساره، منهم فؤاد سراج الاهلي، فؤاد باشا سراج الدين، واحد من رموز الحركة الليبرالية المصرية، واحد من رجالات الحكومة المصرية في أكثر من حقيبة مهمة قبل ثورة 52، ثم واحد من الرؤساء التاريخيين لحزب الوفد، وواحد من الأعضاء البارزين في تاريخ النادي الأهلي ورئيس شرف النادي الأهلي. نشوف بعضا من لمحات تاريخ فؤاد سراج الأهلي. فؤاد باشا سراج الدين، من شيوخنا اكتسبنا مجدنا، عبارة يرددها كل أهلوي عاشق للكيان الأحمر، لما لا وتاريخ نادينا العظيم يدعو للفخر والعزة. يعد فؤاد سراج الدين باشا أحد العلامات المضيئة والشموع الحمراء في تاريخ النادي الأهلي. فؤاد سراج الدين باشا رئيس شرف النادي الأهلي مدى الحياة ورجل الدولة والسياسي ومؤسس حزب الوفد الجديد من مواليد عام 1910، صاحب السيجار الطويل الذي لا يفارق أصابعه وشفتيه، ابن سراج الدين شاهين باشا وزوج زكية البدراوي كريمة محمد البدراوي باشا. عمل وكيلا للنائب العام ومحاميا في بداية حياته، وانضم للهيئة الوفدية في عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936. كان أصغر نائب في البرلمان وأصغر وزير في الحكومات التي شارك فيها، حيث تولى منصب وزير الزراعة مرتين في وزارتي مصطفى النحاس ثم وزيرا للشؤون الاجتماعية، أصدر خلالها قوانين العمال وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردي، كما تولى منصب وزير الداخلية مرتين، وكان صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطاني في يوم 25 من يناير عام 1952. كما تولى وزارات المواصلات والمعارف التعليم حاليا، إضافة إلى المالية، حيث خطى الخطوة الأولى نحو سيطرة مصر على اقتصادها، وهي تأميم البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية الذي كان يسيطر عليه الأجانب، ولعب دورا هاما في تمويل الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح، وكان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد الاحتلال الإنجليزي. تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب آرائه السياسية، آخرها في عام 1981. وكان فؤاد سراج الدين باشا أحد أبرز المساندين للقضية الفلسطينية، وطالب بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب العربي الشقيق، ولعب دورا كبيرا أثناء توليه وزارة الداخلية بمنح لاعبي النادي الأهلي جوازات سفر للسفر إلى فلسطين لخوض عدة مباريات لدعم الشعب الفلسطيني تحت اسم منتخب القاهرة في عام 1943. وتولى فؤاد سراج الدين منصب وكيل النادي الأهلي من عام 1948 وحتى عام 1951، وكان يساند النادي في جميع المجالات قبل وأثناء وبعد عضويته بالمجلس،
ويعد من أشهر وأبرز الشخصيات التي خدمت النادي طوال تاريخه، حتى أصبح رئيسا شرفيا له مدى الحياة. كما تولى فؤاد سراج الدين باشا منصب رئيس اتحاد كرة القدم المصري عام 1944، ووفته المنية في 9 من شهر أغسطس من عام 2000 ميلادية بعد رحلة حافلة من العطاء على المستوى السياسي والرياضي. وبوفاته غيب الموت آخر البشوات الحقيقيين من زمن الألقاب الرسمية، وقامت محافظة القاهرة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع الهامة في المحافظة تعبيرا عن الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الراحل في الحياة السياسية والحزبية والرياضية في مصر. يعني الحقيقة تاريخ مش نادر يكاد يكون ينفرد به فؤاد باشا سراج الدين، عنوان موفق قوي فؤاد سراج الأهلي. وسراج الحقيقة لأنه ما فيش وزارة تقريبا ما زراعة، تعاون، مالية، داخلية، شؤون اجتماعية، شؤون بقول لك شؤون اجتماعية، ما فيش وزارة ما لم يتقلدها، مؤثر جدا صاحب عيد العمال، لأنه كان يعني صاحب مبادرة المقاومة، مقاومة شرطة للاحتلال، صاحب مبادرة إلغاء المعاهدة بتاع 36. راجل أصغر وزير في تاريخ مصر، يمكن راجل ساب بصمة في كل مكان. علاقته بقى بالنادي الأهلي أنه كان وكيلا في أكثر من دورة، ثم وكيلا شرفيا. وأنا شرفت ان انا في المجلس 76 80 كان هو وكيل شرف النادي الاهلي، وكان بيحضر يا استاذ ابراهيم جلسات معينه، كان يستدعي الفريق مرتجي. واللي كانت فكره انه رئيس الشرف ووكيل الشرف يحضر جلسات مجلس الاداره، مش يحضرها، كان يطلب احيانا رايه في الجلسات اللي عايزه خبرات معينه. اه فكان بيجي، وكان الاستاذ عبد المنعم وهبي نفس الشيء. آه. كان وكيل برضه شرف نادي الاهلي، كان بيجي احيانا يحضر جلسات معانا. انا حضرت دي، ما اعرفش قبل كده كان بيحصل ايه، لكن حضرتهم واتناقشت في بعض الامور بمنتهى الرقي والادب، وكان بيقول رايه ويستمع لراينا، وما كانش فيه بقى الفواصل الزمنيه. انا كنت صغير يعني، من اصغر الناس اللي كنت في المجلس، وهو كان فؤاد باشا يعني رئيس حزب الوفد لما رجع حتى بعد كده. لكن هو طبعا كان راجل صاحب بصمة سياسية ورياضية، سياسية طبعا مع مصر في المناصب اللي تقلدها دي كلها، ورياضية من خلال وجوده في النادي الأهلي وخبراته العميقة جدا. شخصية نادرة يستحق إلقاء الضوء، ويستحق أن نستلهم منه حاجات كتير جدا، ومن خبراته ومن تعدد يعني هذه الخبرات والاستفادة منه. والحقيقة ده جزء من عبقرية النادي الأهلي، أسسه النبلاء وبشوات مصر مطلع القرن الماضي، واحتضنه وتلقفه أبناء الشعب كله، فبقت هي ديت عبقرية النادي الأهلي، واحدة من أبرز سماته وخصائصه في التكوين، يؤسسه بشوات مصر ونبلاء الزمن من رؤوس الحركة الوطنية، ثم يحتضنه ويؤمن به ويلتف حوله ويحبه ويعشاه ويتفانى في حبه عموم الشعب المصري كله. ليه؟ لأن هؤلاء النبلاء أسسوه من أجل الشعب، يعني أسسوه لأهداف وطنية. بالظبط. عشان كده وجدوا صدى سريع وعميق ومتنامي، وهي دي جذور النادي الأهلي اللي خلته زين النوادي. دمتم للأهلي زين النوادي دائما، ودام لكم الأهلي بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي.